السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي طلاب ثالثه ثانوي، معاكم استاذ احمد عاطف، ويلا بينا نبدا اساتذه مع بعض مع المحاضره الثانيه، وهي محاضره افكار وروابط وسؤال وفكره بالاجابه بتاعتها. فصلي كده على النبي وركز معايا وكوبايه القهوه الجميله بتاعتك، ويلا بينا نبدا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى يا باشمهندس كده نبدا مع بعض بالفصل الاولاني، ونبدا مع بعض باول فكره. وخلي بالك مهما كانت الفكرة بسيطة أو أنت تظن إنها سهلة جدا، ولكن الفكرة دي بيبني عليها أسئلة كتير جدا جدا وأفكار ممكن تبقى صعبة جدا في الامتحان، واللي هو عارف اللي هو السهل الممتنع بالظبط كده. وده أول دليل معانا، وهو أول سؤال. أنت أول ما تقرأ معايا كده أول فكرة هتقول إيه التفاهة دي يا مستر أحمد، ولكن شوف اللعبة اللي بيجي فيها في أول نقطة. بص يا باشمهندس، أول حاجة بيتكلم معاك في إيه؟ بيتكلم معاك عن الاتجاه التقليدي للتيار الكهربي. طبعا انا محترف تقول ايه يا مستر احمد، اتجاه تقليدي واتجاه فعلي للتيار اللي هو الاصطلاحي والكلام الحديث ده؟ اه والله، صلي كده على النبي وركز معايا. انت يا باشمهندس متاكده، وانا عارف والله العظيم انك عارف، ان البطاريه بتاعتك بتكون بالشكل ده. في عندك القطب ده بنسميه القطب الموجب، والقطب ده بنسميه القطب السالب، صح؟ اه. تقول اه يا مستر احمد، اسالك سؤال دلوقتي، هتقول لي اتجاه التيار بيكون ازاي؟ يعني التيار بتاعك بيمشي ازاي؟ هتقول لي لو اتجاه تقليدي، يعني اللي هو القديم اللي هو الاصطلاحي، يبقى كده انا بتحرك من الموجب والف واروح ناحيه مين؟ ناحيه السالب بالشكل ده. اقول لك صح والله، ده انت شاطر جدا. هتقول لي ايه التفاهه دي، ما انا عارف الكلام ده بصراحه. من قريب اتكلم على الاتجاه الحديث، ولو بتكلم على الاتجاه الحديث هتقول لي بصراحه ان الحديث بيكون بقى من ايه؟ من السالب، يعني بيمشي كده عكس الايه التقليدي، من السالب ويخش لمين؟ للموجب. اقول لك والله صح والكلام زي الفل، بس عايزك بقى تركز كده معايا في كام نقطه. يجي لك في الامتحان لعبه عبيطه زي دي يوقعك ويديك على قفاك فيها. ايه؟ ازاي بقى؟ صل على النبي. يغير لك بس كلمه صغنونه، يقول لك ايه؟ بص 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 بص، الاتجاه التقليدي للتيار، اه اللي هو من الموجب للسالب، ما انا عارف، اسمع بس ما تستعجلش. من القطب الموجب الى القطب السالب، بس بص بقى ايه؟ خارج البطاريه. جميل قوي، ما تستعجلش، الافكار لسه جايه في النقطه دي. خارج البطاريه يعني ايه؟ يعني انت بره البطاريه بتحرك من الموجب للسالب. يجي لك في الامتحان نفس الكلام بالظبط، ولكن انت بقى بتقرا بسرعه مش واخد بالك، عايز تخلص بقى عشان تراجع، ويحط لك كلمه ايه؟ داخل البطاريه. يدك على قفاك واغلط يا معلم في السؤال العبيط ده. فطبعا لما يجي يقول لك داخل البطاريه، لا 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 لا، ما يضحكش عليا انا. داخل البطاريه، البطاريه عندي بالشكل ده كده اهو، ده كده القطب الموجب وده كده القطب السالب. لما يجي يقول لي داخل البطاريه، اعرف ان انا بتحرك من السالب للموجب، من السالب للايه؟ للموجب. جميل جدا. والنقطه دي احنا بنلعب عليها قوي كمان في الفصل الثاني والثالث، بالذات الفصل الثالث، وهو انشاء قوه دافعه كهربائيه مستحسه متولده في سلك مستقيم عندما يقطع مجال ايه؟ مغناطيسي. بمعنى مستر احمد، طبعا سعادتك جاي لي مخلص لي تفصيلي، يعني الكلام اللي بقوله ده انت بتربط معايا وفاهم الكلام ده. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك مجال مغناطيسي بالشكل ده كده يا محترم، اهو المجال ده للداخل، عظيم قوي، ركز معايا ها، ركز معايا. المجال المغناطيسي ده للداخل، رحت جبت سلك بالشكل ده مستقيم اهو، ادي سلك مستقيم. ماله بقى السلك المستقيم ده يا مستر احمد؟ رحت حركت السلك المستقيم ده في الاتجاه ده كده يا باشمهندس، والتيار بتاعنا هيكون لفين؟ لاعلى بالشكل ده كده، عظيم. ده كده ايه؟ الاي. جميل. طيب يا مستر احمد، لما اجي دلوقتي اقول لك التيار لاعلى، عظيم، يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك كده النقطه دي سميها لك ايه؟ والنقطه دي سميها لك بي، عظيم قوي. وبعد كده يقول لك ايه؟ يقول لك جهد مين اكبر؟ هل جهد ايه ولا بي؟ جهد مين اكبر؟ ايه ولا بي؟ سكت، صح؟ اه ليه؟ عارف هيلعب معاك لعب، يعني بيعمل معاك الدنيئه هنا. ايه بقى الدنيئه دي؟ بص كده ركز معايا والله عشان تعرف بس ايه. بص الحاجه لما بتبقى ابسط بسيطه جدا بتوقع اكتر. بمعنى هو الطياره ماشي كده صح؟ اه. طبعا هتيجي في دماغك ايوه مستر احمد، ما التيار بيتحرك من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل. اقول لك والله شاطر، بس انت لو قلت لي ان جهد البي اكبر من جهد الايه، هقول عليك يا حمار يا بوليه. اه والله شفت الحمار ابو ليه، احنا عارفين خروف ابو ليه اللي هيديه حلقه عيد، بس انت تبقى حمار جديد بقى، حمار بليه، يعني كائن جديد خالص. ليه بقى؟ لان طبعا لما اجي اقول لك
جهد البي اعلى من جهد الايه، تبقى انت حمار. ليه بقى يا محترم؟ هقول لك انا ليه. لان انا في حاله السلك ده، السلك ده يعتبر معايا كانه بطاريه. ايه بطاريه؟ اه والله، يعني تخيل السلك ده كانه بالظبط الشكل اللي انا هرسمه لك ده اهو، ده كده البي وده كده الايه. والله يا مصطفى، اه والله يا ابني، اه السلك ده نفس الشكل ده، دي النقطه بي ودي النقطه ايه، والسلك يتحرك من الجهد الاقل الى الجهد الاعلى داخل البطاريه، اللي هو من السالب الى القطب الموجب داخل البطاريه. شفت بقى اللعبه؟ حاجه عبيطه زي كده لعبه اهو. شفت بقى، ربطنا لك باب اول بباب ايه، بباب ثالث. ركز بقى كده معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الاجابه دي صح؟ لا يا مستر احمد، الاجابه دي غلط. اما ايه الصح يا محترم؟ هتقول لي الاجابه الصح هي جهد الايه اعلى واكبر من جهد مين؟ جهد البي. ليه؟ طبعا لو قال لك اذكر السبب في سؤال مقالي، طب انت راجل فاهم، تقول له لان السلك يمثل بطاريه، او هو يتولد داخله قوه دافعه كهربيه مستحسه فيتحرك التيار داخل السلك من الجهد الاقل الى الجهد الاعلى. جميل قوي. طب خارج السلك بقى، يعني ايه خارج السلك؟ يعني رحت انا بقى عملت لك الاكان الدايره الكهربيه، ورحت عملت لك هنا المقاومه واللعبه الجميله دي. خلاص يا معلم، التيار هيتحرك ازاي؟ الله، هيتحرك كده، هيتحرك بقى من الجهد الاعلى الى الجهد الايه؟ الاقل. ايوه فهمت انا كده. يبقى يتحرك خارج السلك من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل، وداخل السلك من الجهد الاقل الى الجهد الاعلى، لان السلك يمثل بطاريه في بي. ها صعبه دي؟ اه اهي دي فكره بقى. بص، ربطت لك فصل ثالث بفصل اول، دي اول فكره بس معانا. جميل قوي. يبقى لما يجي يقول لك الاتجاه التقليدي للتيار، هتقول له يا محترم من القطب الموجب الى القطب السالب خارج البطاريه، ومن السالب الموجب داخل البطاريه، وتخلي بالك في حته الايه؟ السلك بتاعك. جميل قوي. نيجي بقى للتيار الفعلي، الفعلي الحديث اللي هو بيعبر عن الالكترونات. جميل قوي. الاتجاه الفعلي طبعا خلاص بقى، من القطب السالب الى القطب الموجب خارج البطاريه، من القطب الموجب الى القطب السالب داخل البطاريه. وطبعا لو جه قال لك عندك السلك ده اتحرك بقوه دافعه كهربائيه مستحسه اي ام اف، انا عايز الجهد الاعلى الجهد الاقل، قال لك حديث اعكس لي نفس الشغل، اعتبر ان السلك ده بطاريه واشتغل معايا، سواء كان تقليدي او سواء كان ايه فعلي او حديث. طبعا احنا عارفين احنا شغالين بالشغل الايه التقليدي للتيار، ودي بالنسبه لاول فكره عندنا ربطناها بالايه بالفصل الثالث. وتعالى نشوف بقى الفصل الجميل بتاعنا ده، الاسئله اللي احنا هنحلها عليها ايه هي. صلي بقى على النبي كده وركز معايا. نمسك كده اول سؤال معايا، وبيقول لي دائرتان كهربيتان تحتوي كل منها على بطاريه ومقاومه، يكون اتجاه التيار التقليدي واتجاه التيار الفعلي في الدائره بص اسال ايه؟ في الدائره خارجيه، يعني خارج البطاريه. قال لك للدائرتين هو ايه؟ صلي على النبي كده وركز معايا. بص يا محترم، طبعا الاتجاه التقليدي انا عارفه، فاجئ بص كده في الاختيارات معايا عشان اعرف ايه اعرف الاجابه. ففي الاختيار الف راح قال لك ايه؟ قال لك اتجاه التيار التقليدي في واحد اللي هو ده، قال لك مع عقارب الساعه. ثانيه واحده، بتتكلم على تقليدي صح ولا غلط؟ اه بصراحه تقليدي، تقليدي يعني من موجب السالب، وهنا موجب السالب مع عقارب الساعه. اه فعلا ده مع عقارب الساعه، فدي تعتبر النقطه صح. نيجي لاتجاه التيار الفعلي، الفعلي في اثنين، اتجاه التيار الفعلي في اثنين، تعال نشوف كده قال لك ايه مع عقارب الساعة. جميل، خلي بالك الفعلي اللي هو الحديث مع عقارب الساعة، تعال نشوف انا المفروض من السالب للموجب. اه ايه ده، ايه ده مع عقارب الساعة، يبقى اختيار انا صح، الاختيار الف هو الايه؟ اختيار الف هو اللي صح. جميل قوي. نيجي للسؤال رقم اثنين يا محترمين مع بعض، واللي بيقول لك فيه في الشكل الذي امامك دائره واحد اتجاه التيار بها يمثل الاتجاه التقليدي، والدائره كانت خلي بالك قال لك الدائره واحد تمثل اتجاه الايه؟ التقليدي، يعني التقليدي خلاص. يبقى الاكس دي اروح اعمل انا كده، بص ركز كده معايا، ها عايزك كده نبيه وسريع معايا كده. قال لك في الشكل الذي امامك دائره واحد اتجاه التيار يمثل الاتجاه التقليدي، تقليدي اه يعني هنا ايه؟ اه جميل. يبقى ده كده القطب الصغير، ده كده القطب الكبير، ده كده الموجب وده كده السالب. اهو بص، خارج من موجب البطاريه وداخل سالب البطاريه، عشان هو قال الاتجاه ايه؟ اتجاه تقليدي. قال لك واثنين اتجاه التيار يمثل الاتجاه الفعلي، فعلي ثانيه واحده، يبقى انا بخرج من السالب ورايح للموجب، ادي سالب وادي موجب. جميل قوي. تعال بقى نشوف الاختيارات الصح والاجابات الايه الصحيحه. قال لك في الاقطاب، طبعا لو جيت بصيت تلاقي الاجابه الصح هي ب ليه؟ بص قال لك الاكس موجب، بص كده معايا الاكس موجب ايوه، قال لك والواي سالب، الواي سالب ايوه، عندك الزي او الزد سالب، هي الزد سالب ايوه، عندك ال موجب، هل ال انا موجب ايوه، يبقى اختيار الصح هو ايه؟ والاختيار ب. جميل. اللي بعده يا باشمهندس، الفكره رقم اثنين،
قال لك ايه يا محترم؟ قال لك فكره رقم 2 قانون حساب شده التيار الكهربي اي بتساوي كيو على التي، وادي المثلث بتاعك. خلي بالك في ملزمه هتنزل لك النهارده فيها كل قوانين المنهج مره واحده علشان تصورها، فالاثباتات وفيها الرسومات وفيها كل حاجه عشان تصورها ايه النهارده كان ان شاء الله. قال لك قانون حساب التيار الكهربي اي بتساوي كيو على التي. جميل. اول حاجه فيه في التعويض المباشر اللي هو عادي بيديك ايه، بيديك مثلا اي والتي وعايز الاي الكيو والتي وعايز الاي، او يديك الاي والكيو وعايز التي، او يديك الاي والتي وعايز الايه الكيو. الشغل بتاعها بكل بساطه عن طريق المثلث الجميل ده اللي هو بيقول لك يا باشمهندس ان الاي بتساوي كيو على التي. جميل قوي. واشتغل على المثلث. ساعات بقى محترم الفكره الثانيه يجي يقول لك ايه، ما يدكش الكيو. انت عارف ان كيو يا محترم بتساوي ان في اي، الاي ان هي عباره عن عدد الايه، عدد الالكترونات، وانت عارف الاي هي عباره عن شحنه الالكترون. جميل قوي. اشتغل ازاي يا مستر احمد؟ يقول لك انا عايز شده التيار. في الحاله دي يا محترم هتيجي تفك لي القانون شده التيار اللي هو الاي عندك بتساوي اللي هو طبعا كيو على تي، هتقول لي لا هتساوي ان في اي على التي، وتشتغل بالقانون ده معايا او المثلث اللي انا هرسمه لك ده عشان تعرف تشتغل بيه. ايه بقى المثلث ده؟ هتيجي تقول لي بكل بساطه يا مستر احمد مش انت عايز الاي؟ اه الاي بتساوي ايه؟ بتساوي ان في اي على التي. وخلي بالك المثلثات الكبيره اللي بتخبيه اللي جنبه اسمه، يعني انت عايز الاي يبقى التي اسمه يبقى ان في اي على التي. جميل جدا. طبعا حل اسئله على النقطه ديت. اوه خلي بالك عشان في نقطه كمان مهمه جدا وممكن تبقى تبع الافكار العليا. ايه تبع الافكار العليا دي؟ ميجي يقول لك ذره الهيدروجين الالكترون بتاعها بيدور حواليها او اي ذره ثانيه. بص يا محترم دي حاله كده خاصه بافكار عليا، حاله خاصه بفكره عليا. صلي كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ميجي يقول لك يا محترم ادي عندك دي نواه موجبه الشحنه، ده مثلا ذره، وادي يا محترم ده الكترون بيدور في مستوى الطاقه بالشكل ده، ادي هنا كده الكترون. في الحاله دي قال لك احسب شده التيار الاي بتساوي ايه؟ الاي هنا في الحاله دي بتساوي، بص كده ركز معايا، بتساوي ايه؟ ركز كده معايا، هتساوي ان سمول في ان كابيتال في الاي على التي. ايه يا مستر احمد الكلام اللي بتقوله ده؟ كلام كبر كده ليه؟ صلى على النبي. الان الصغيره دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن عدد اللفات، والان دي عدد الالكترونات، والاي شحنه الالكترون والتي الزمن عادي. بمعنى يعني انت لو جه قال لك ذره الهيدروجين، الهيدروجين فيها كام الكترون؟ واحد بس. في الحاله دي هعوض بالان السمول دي واحد الكترون، والان اشوف هو لف كام مره، والاي شحنه الالكترون على الزمن. طب لو قال لك مثلا عنصر الهيليوم، اه عنصر الهيليوم فيه 2 الكترون، يقول لك 2 واشوفوا هم لفوا كام لفه، قال لك لفوا 20 لفه، يبقى 2 الكترون لفوا 20 لفه في شحنه الالكترون على الزمن. بص يا باشمهندس دي حاله خاصه كده، يعني ايه لو حب يغدد عليك في الامتحان واداك فكره صعبه. طبعا انت ليه بتشرحها لي يا مستر احمد؟ بقول لك عشان بلعب معاك على 60 درجه، احنا هنقفل باذن الله هنقفل، فاحنا بناخد كل الافكار وكل الاشكال الممكنه علشان اي سؤال يجي لنا نعرف نحله في الايه؟ في الامتحان. صلي بقى على النبي كده وركز معايا. تعالى ناخد بقى الجزء اللي فيه ايه المسائل بتاعته مع بعض كده. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بص يا باشمهندس ده الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه مع بعض، لما احنا خلاص اتكلمنا عنه اللي هو بقى ان في اي ولو عدد الالكترونات، والنقطه بتاعت اهو ان اللي هو ايه عدد الالكترونات في عدد الدورات شحنه الالكترون على الزمن. تعال نخش نحل اسئله على طول يلا مع بعض. واللي بيقول لك هنا يا باشمهندس اذا كانت شده التيار الكهربي المار في الموصل 2 امبير، ده كده عباره عن ايه؟ شده التيار اي. قال لك تكون كميه الكهربيه التي تعبر عبر مقطع من هذا الموصل خلال دقيقه، دقيقه يعني الزمن بتاعك ب 60 ثانيه، لازم اشتغل بليه بالسكند بالثانيه، يبقى 60 ثانيه، عايز الايه؟ انت عايز الكيو. خلاص بالمثلث اللي سالينه الكيو بتساوي اي في التي. جميل قوي. الاي بكام يا باشمهندس؟ الاي بتاعتك ب 2 في التي، التي 60، بتتكلم في 120 كولوم. 120 ايه؟ كولوم لاختيار رقم الف. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 3. تعالى السؤال رقم 4 مع بعض يلا. قالك السؤال رقم 4 اذا كانت شده التيار المار في موصل 20 امبير فان عدد الالكترونات المره في زمن قدره 5 ثانيه بيساوي. قالك انا اذا كانت شده التيار المره في موصل دي مين دي؟ دي الاي
شده الايه؟ التيار بتساوي 20 امبير. فان عدد الالكترونات المره، انا عايز مين؟ انا عايز عدد الالكترونات ان في زمن قدره 5 ثانيه. دي مين دي الزمن؟ هنحول لها يا محترم زي ما هي. طب اجيب ازاي عدد الالكترونات؟ هقول لك يا معلم من ايه؟ من عين القانون بتاعك المثلث اللي احنا لسه قايلينه من شويه. ادي المثلث اهو، اوعى تكون نسيته. قلنا الاي بتساوي ان في اي على التي. انا عايز الان، خب الان اللي جنبه اسمه، يبقى عندك الان بتساوي ايه؟ يبقى الان اللي عندك بتساوي يا باشمهندس اي في التي على اي. جميل قوي، اعوض كده معايا. يلا لما نيجي نعوض الاي بكام؟ قال لك ب 20 امبير في الزمن. قال لك بكام ثانيه؟ 5 ثانيه على شحنه الالكترون واحد علامه 6 في 10 اس سالب 19. وطبعا الشحنه دي هو بيديها لك، فما تقلقش خالص. هتروح تعملها يا محترم على الاله، هتديك ايه؟ 6 علامه 25 من 100 في 10 اس ايه؟ اس 20، اللي هو الاختيار ايه؟ الف. ده بالنسبه للسؤال رقم 4. جميل قوي. نخش على الفكره رقم كام؟ الفكره رقم 3. اوعى كنت تعبت، احنا لسه بنسمي. الفكره رقم 3 بنتكلم فيها محترم عن حساب فرق الجهد الكهربي، واللي احنا عارفينه عباره عن الشغل المبذول على الكميه، وممكن يديك هنا تعويض مباشر جدا، مفيش اي مشكله خالص. والمثلث بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه مع بعض اللي هو ال V بتساوي ال W على ال Q، مفيش اي مشكله خالص. جميل قوي. صلي بقى على النبي كده، وتعالى نحل السؤال رقم 5 مع بعض على الجزء ده. الجزء ده بيكون اصلا اسئلته سهله جدا في الامتحان، ومفيش افكار خالص. الجزء التعميم بتاع الشغل يعني، والايه وفرق الجهد والكميه الكهربيه. قال لك اذا كان الشغل المبذول لنقل كميه من الكهربيه 3 كولوم، دي مين؟ دي الكيو. قال لك عبر الموصل هو 60 جول. مين ده الشغل؟ 60 جول. قال لك فان فرق الجهد بين طرفين. عايز فرق الجهد، خلي بالك، بص اصغر 2007. السؤال ده اصغر، قلت لك انا بص هموتك، هجيب لك الاسئله من الثمانينات، هتلاقي دول اسئله من الثمانينات. بس استنى بس معايا، ركز كده معايا وشد شويه. يبقى انت عايز ايه؟ انا عايز فرق الجهد. يا عم حاضر، ال V بتساوي ايه؟ اهو لسه قايل من شويه الشغل على الكميه، ادي الشغل على الكميه. جميل قوي. الشغل بكام يا مستر احمد؟ الشغل معاك لسه قايل لك بكام؟ ب 60 جول، يعني 60 جول على الكميه بكام؟ ب 30. 60 على 30 فيها الكام يا محترم؟ ها شاطر ما شاء الله عليك، فيها 20 فولتايه، اللي هو كام يعني؟ 20 فولت. تعال نخش على السؤال اللي بعده يا باشمهندس، واللي بيقول لك فيه ما بيقولكش حاجه. تعال نقلب الصفحه. لا في سؤال اهو، يلا يا باشا. شحنه كهربيه، السؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ راح قال لك شحنه كهربيه انتقلت من النقطه الف الى النقطه ه. جميل، من الف الى ه، شحنه كهربيه يعني انا ماشي كده، ده الاتجاه بتاعي، دخلت الف وخرجت من ه. عظيم قوي. قال لك فان اكبر شغل مبذول لنقل الشحنه يكون بين انهي نقطتين؟ عظيم عظيم. انا عايز اكبر ايه؟ قال لك اكبر شغل. اسالك سؤال، واحد واحد كده، صلي على النبي. صلي على النبي. مستر احمد، نعم، هو مش القانون بتاعك ان الفي بتساوي الشغل بيساوي الشغل على الكميه؟ انت عملت ايه هنا؟ انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي انا عملته ثبت الكميه، ده ثبت بقى ثابت. ايه ده؟ طلع عرفت منين؟ قال لك بص بكل بساطه، شحنه كهربيه انتقلت، يعني الشحنه بتاعتك اللي دخلت هي اللي هتفضل ماشيه فيهم كلهم، بالتالي كل المقاومات ماشيه فيهم نفس الشحنه، فالكيو ثابت. وانا طبعا قلت لك اي قانون لازم فيه ثلاث متغيرات، واحد يثبت اثنين يتغيروا، واحد يثبت اثنين يتغيروا. فسالك سؤال، التناسب بين الفي والشغل تناسب ايه؟ ها شاطر، تناسب طردي. عظيم قوي. طب التناسب الطردي ده معناه ايه؟ معنى كده ان الفرق الجهدي الكبير معاه شغل كبير. جميل، فرق الجهد الكبير ها يبذل فيه شغل كبير عشان الكميه دي. طب فين اكبر هنا فرق جهد؟ دي شغلتنا بقى، تعالى نحسبها مع بعض. صلي بقى على النبي كده وركز معايا. بص يا محترم، انت يا محترم راح قال لك ايه؟ قال لك بكل بساطه، طبعا انت المقاومات هنا 6 من 10 اوم، 4 من 10 اوم، 1 اوم، 2 اوم. طبعا لو انت نبي، لو انت نبي هتعرف الاجابه ايه. طبعا ممتاز، المقاومه الكبيره في التوصيل التوالي صاحبه الجهد الكبير، مش كنا بنقول كده؟
في التفصيل نرجع تاني، كنا بنقول لك ايه يا محترم؟ كنت اقول لك المقاومه الكبيره في التوصيل التوالي صاحبه الجهد الكبير، شاطر، والمقاومه الصغيره في التوصيل التوازي صاحبه التيار الكبير، ممتاز. وبالتالي يبقى اكبر شغل مبذول بين انهي نقطتين؟ بين النقطه الف ب. ليه؟ عشان هي صاحبه اكبر مقاومه في توصيل توالي، يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ هي الف. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 6. نخش على الفكره اللي بعدها، الفكره رقم كام؟ 4، واللي بيقول لك فيها ان المقاومه النوعيه او التوصيله الكهربائيه، مين دول يعني؟ الروي مالها ومين تاني والسيجما مالهم بقى؟ قال لك هما خصائص مميزه للماده. يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني دول ما بتغيروش غير بتغير كام حاجه في الشروط، 1 نوع الماده ودرجه الحراره، عظيم جدا، وما لهمش اي علاقه، لا تتغير بتغير ايه الا نوع الماده ودرجه الحراره فقط. وبالتالي لو رحت قلت لك هغير الطول او المساحه او اي هباب، ما باثرش على التوصيلة الكهربية ولا المقاومة النوعية. المقاومة النوعية والتوصيلة الكهربية ما بتغيروش وما بيتأثروش غير بحاجتين، نوع المادة ودرجة الحرارة، عظيم قوي. نيجي يا محترم للسؤال رقم 7 ونشوف الأفكار بتاعتنا. بيقول لك إيه في السؤال رقم 7؟ بيقول لك أي من الأشكال الإيه المقابلة يعبر عن العلاقة بين التوصيلة الكهربية سيجما لمادة موصل ومساحة مقطع. قلت له يا مستر احمد ايه ده؟ ده في علاقة بيانية، مش قلت لي في محاضرة لوحديها؟ يا عم دي فكرة في اللذيذ كده بس، للعلاقات البيانية الشغل بتاعها كبير قوي، ما ايه انشف كده ما تبقاش خرع. فين بقى العلاقة دي؟ طبعا لو انت محترم وشاطر ومذاكر هتقول لي جيم على طول. ليه؟ هتقول لي يا مستر احمد ان المساحة مهما تتغير مش هتأثر على ايه؟ التوصيلة الكهربية، وبالتالي التوصيلة الكهربية تظل ثابتة، لما المساحة تكبر التوصيله تفضل ثابته عند الرقم اللي هنا مثلا، هيفضل عنده ايه؟ ثابت دايما، ممتاز. وبالتالي الاجابه الصحيحه الاجابه ايه؟ الاجابه ج. الفكره اللي بعدها او السؤال اللي بعده، قال لك عندما يمر تيار شدته اي في موصل التوصيله الكهربيه، في موصل التوصيله الكهربيه له هي اكس، قال لك خلاص الراجل اعترف، قال لك السيجما باكس، هو اللي اعترفه، قال لك السيجما باكس. جميل، اكس مين بقى يا عم؟ زي ما تكون ان شاء الله فندق حمار مخطط، انت مالك انت ايه اكس وخلاص؟ قال لك ان موصل من نفس النوع له ضعف مساحه الموصل الاول، يعني مساحه الثاني بتساوي 2 مساحه الاول، ويمر به تيار كمان، ده الحق ده، بص التيار بتاعه بكام الثاني؟ قال لك ضعف تيار الاول، يعني رحت جبت سلك جديد بس ده خليت مساحته الضعف ومشى فيها تيار الضعف، قال لك ايه بقى؟ السلك الجديد ده التوصيله الكهربيه بتاعته بايه؟ ها؟ شاطر، باكس. هتقول ايه ده يا مستر احمد ده؟ اكس ازاي بس؟ اقول لك اقرا سؤال كويس، بسالك ايه؟ بص اسالك ايه؟ ان موصل من نفس نوع الماده، حل السؤال في الكلمه دي. اسالك سؤال بس، شيت قلت من نفس النوع؟ يبقى نفس التوصيله، نفس الرؤية. انا لسه قايل لك التوصيله الكهربيه لا تتغير الا بتغير نوع الماده، ها؟ طب لو المادة ما اتغيرتش يبقى التوصيلة ما اتغيرتش، يبقى بالتالي مهما تعمل تكبر مساحة تصغر مساحة مش تيار كبير تيار قليل ان شاء الله تديها بالبوكس هتفضل زي ما هي، وبالتالي يبقى التوصيلة الكهربائية كام؟ بإكس برضه تظل ايه؟ ثابتة. جميل قوي. الفكرة اللي بعدها الفكرة رقم كام؟ 5. قال لك تذكر انه في حالة تغيير طول السلك او المساحة. جميل قوي، صلى على النبي. بص يا محترم ركز معاهم في النقطة ديت جدا جدا. بص يا محترم، انت عندك في حاجتين، يقول لك هجيب مقاومة جديدة. بص طول ما قالش كلمة سحب ولا تشكيل، طول ما جابش سيرة سحب وتشكيل، طول ما جابش سيرة سحب وتشكيل، هتروح تقول لي الار بتساوي رو اي الا على ايه؟ وتشوف قال لك ايه؟ ركز كده معايا، قال لك اذا زاد الطول للضعف، زاد الطول للضعف، ما قالش سحب ولا تشكيل، ما جابش سيرة سحب ولا تشكيل، تاني ما جابش سيرة سحب ولا تشكيل، وراح قال لك ايه؟ إذا زاد الطول للضعف ماذا يحدث للمقاومة؟ إذا زادت المساحة للضعف ماذا يحدث للمقاومة؟ إذا لو جبنا مقاومة نوعية زادت للضعف، إيه اللي يحصل للمقاومة؟ بكل بساطة، بص يا محترم هعمل إيه؟ اللي قال لك عليه غيره، واللي ما قالكش عليه حط مكانه واحد، تاني أدام ما جابش سيرة سحب وتشكيل وقال لك زاد الطول للضعف او المساحه للضعف او الرؤي للضعف، هعمل ايه؟ اللي قال لك عليه غيره واللي ما جابش سيرته حط مكانه واحد، بمعنى يعني قال لك كده زاد الطول
للضعف. ايه اللي يحصل للمقاومة؟ بكل بساطة اقول لك خلاص، يبقى الار بتساوي، هو جاب سيرة مين؟ الطول بس. طب الرؤية ما جابش سيرة، تحط مكانها واحد. ال قال لك ايه؟ للضعف، حط مكانها اتنين. المساحة جاب سيرتها، لا حط مكانها واحد. اذا المقاومة تزداد للضعف. طب قال لك المساحة قلت الى النصف، ايه اللي يحصل؟ ادي الار بتساوي المساحة قلت للنصف، المساحة قلت للنصف، حط مكانها نص. ايه ده؟ جاب سيرة الرؤية؟ لا حط مكانها واحد. جاب سيرة ال؟ لا حط مكانها واحد. هيديك كام؟ اتنين برضو. وصلت؟ ادام ما جابش سيرة ايه؟ سحب و تشكيل. ممتاز. دي النقطة اللي هنا اللي انا بتكلم عليها. جميل قوي. طب لو جاب سيرة بقى سحب وتشكيل، خلي بالك بقى عشان دي النقطة الفاصلة، دي النقطة المهمة. لو جاب لك سيرة سحب وتشكيل، في الحالة دي هتيجي تقول لي ايه بقى لو سحب وتشكيل؟ هتقول لي كده ار واحد على ار اتنين بتساوي، ركز معايا، ها، سحب التشكيل يبقى اكيد نفس السلك، وبالتالي هتبقى ايه عندك يا محترم؟ ال واحد ايه اتنين على ال اتنين ايه واحد. جميل قوي. ده لو جاب لك سيره ايه؟ طول ومساحه مع بعض. يبقى لو جاب لك قالك ايه؟ تم سحب سلك، او تم اعاده تشكيل سلك، بحيث زاد الطول للضعف وقلت المساحه للنصف. بص جاب لك ايه؟ سيره الطول، ها، والمساحه. اروح اقول لك ار واحد على ار اتنين، ال واحد في اتنين على ال اتنين في واحد. طب لو ما جابش سيرة المساحة، يعني جاب لك سيرة الطول فقط، اروح اقول له ايه؟ ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، وهكذا. طب لو ما جابش سيرة الطول يا مستر احمد، هو جاب لي سيرة المساحة بس، يا عم انت هتخضني يعني، اقول لك ايه؟ اقول لك ايه اتنين تربيع على ايه واحد تربيع. من الاخر، اللي ما يجيبش سيرته ربع التاني على قفاه، يعني ما جابش سيره الطول ربع المساحه، ما جابش سيره المساحه ربع الطول، بس كده يا معلم. طيب ما جابليش لا طول ولا جاب لي مساحه، امال جاب لك ايه؟ قال لك جبت لك نصف القطر. عظيم. لما اجيبك نصف القطر اقول له كده ار 2 اس 4 على ار 1 اس 4. القانون ده مهم جدا 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 في عادة سحب وتشكيل، وانا بقولك من دلوقتي اهو من موقعي هذا وفي هذه المحاضرة والفيديو اللي قدامك ده، سؤال اللي هيجي في الامتحان على النقطة دي، سحب وتشكيل وعلى القانون اللي مديهولك ده. اللهم بلغت، اللهم فشلت. تعالى بقى نحل اسئلة محترمين على النقطة دي مع بعض، يلا بينا. يا الله يا ولي الصابرين. السؤال رقم 9 يا باشمهندس بيقول لك فيه اي من البدائل الاتيه من المؤكد ان تؤدي الى زياده المقاومه؟ ايه الحاجه اللي عاملها هنا؟ قال لك من المؤكد ان المقاومه فيها هتزيد. قال لك واحد زياده الطول، اذا ده زياده الطول فعلا هيعمل ايه؟ هيزود المقاومه. الراجل ده كلامه صح. قال لك قطر الموصل زياده، ابدا، ده القطر يعني نصف قطر، والنصف القطر يعني مساحه، والمساحه عكسي مع المقاومه، بالتالي دي تقلل. لو زودتها ما تقللش ما تزودش المقاومه، تتقلل المقاومه، بالتالي دي غلط. فالاجابه الف غلط. جميل قوي. نيجي لب، قال لك لو انت زودت الطول المقاومه تزيد. اي نعم. طب لو قللت القطر، يعني قللت نصف القطر، يعني قللت المساحه، هل المقاومه تزيد؟ ايوه، لان التناسب عكسي بين المساحه والمقاومه، فاذا قلت المساحه زادت المقاومه، وبالتالي يبقى الاجابه دي هي اللي ايه؟ هي اللي صح. جميل قوي. اللي بعده. 10 بيقول لك دائره كهربيه غير مكتمله، يراد وضع سلك بين اكس وواي، عايز احط سلك بين اكس وواي، لتكتمل الدائره في اي من خصائص السلك المراد وضعه حتى يعطي اكبر قراءه للاميتر. ثانيه واحده، بص اللئيم قال لك ايه؟ اكبر قراءه للاميتر. يعني ايه اميتر؟ ده جهاز يقيس شده التيار. اذا اكبر قراءه للاميتر يعني يا مستر احمد اكبر شده التيار، يعني اقل مقاومه اوميه. انا عايز اقل مقاومه ايه؟ اوميه. طب اقل مقاومه اوميه محترم ايه بقى نعمل ايه؟ صلي على النبي. تعال بص على الاختيارات. قال لك احط سلك طويل وسميك. ثانيه واحده بس، الطويل يزود المقاومه، شبك عايز مقاومه قليله، الطويل يزود المقاومه، والسميك يعني نصف قطره كبير، مساحته كبيره، ده يقلل المقاومه. فانت نص الاختيار ده يزود المقاومه والنص الثاني يقلل المقاومه. تعال نشوف بيه. قال لك طويل ده يزود مقاومه، ورفيع
رفيع النصف القطر بتاعه قليل، وادام قليل يعني برضو بنفس الفكره مساحه صغيره يعني ايه المقاومه تزيد، وبالتالي الاثنين دول زودوا المقاومه. فالاجابه دي غلط، لان انا عايز اعمل ايه؟ اصغر المقاومه. قال لك سلك قصير يعني قللت الطول فالمقاومه قلت، وسميك يعني مساحه كبيره فالمقاومه قليله عشان تناسب عكسي. اذا دي الاجابه الصحيحه، الاجابه ج، عشان فيها عاملين قللوا ليه المقاومه، وانا عايز ان اصغر المقاومه عشان يبقى عندي اكبر تيار فالاميتر يكون لي اكبر قراءه. خش على النقطه اللي بعديها، السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 11. قال لك ايه؟ قال لك عندما يمر تيار شدته اي في موصل طوله ال. جميل قوي. قال لك ومساحه مقطعه ايه؟ وعند تغيير البطاريه المستخدمه ليصبح التيار المار في نفس الموصل 3 اي، فان مساحه مقطع الموصل تصبح كام؟ صلي بقى على النبي كده وركز معايا عشان السؤال ده مهم جدا. بص يا محترم، السؤال ده جه خلي بالك في دور تاني، ها 2021. قال لك عندما يمر تيار شدته اي في موصل طوله ال، الطول بتاعه ال ومساحه مقطعه ايه؟ يعني السلك بتاعك اهو ده السلك، الموصل بتاعك، المقاومه بتاعتك يعني اي، طولها ال عظيم ومساحتها ايه؟ رحت بقى شلت البطاريه اللي انا كنت بستخدمها دي، جبت بطاريه جديده. شلت البطاريه دي وجبت بطاريه جديده. قال لك بصوا، عند تغيير البطاريه المستخدمه ليصبح التيار المر في نفس الموصل 3 اي، يعني التيار بدل ما كان اي لا ده راح بقى 3 اي، التيار اللي هنا بقى 3 اي. قال لك ايه؟ فان مساحه المقطع ايه يا عم؟ ايه مساحه المقطع دي؟ مش فاهم، ما هتفضل ايه؟ هتقول لي ليه يا مستر احمد؟ اقول لك انت غيرت البطاريه فكبرت فرق الجهد فالتيار زاد، الموصل زي ما هو. انت عملت حاجه في المقاومه؟ زودت المقاومه مثلا؟ قللت المقاومه؟ عملت اي حاجه في ام المقاومه؟ ما عملتش حاجه. اذا تفضل زي ما هي، طولها زي ما هو، مساحته زي ما هو، مقاومه نوعها زي ما هي، خلاص يبقى تفضل ايه زي ما هي؟ ما يضحكش عليك، ما تقوليش بقى ده التيار زاد لي ثلاث امثاله، يبقى المقاومه قلت الى الثلث، يبقى وتقعد بقى تالف لي بقى وتخترع. لا مش مستاهله اختراعات ولا تاليف، الموضوع بسيط جدا. انا ما عملتش اي حاجه في المقاومه، كل اللي عملته انا غيرت البطاريه بس. جميل، اللي بعده، الفكره رقم كام يا محترم؟ 6. قانون حساب المقاومة الايه؟ النوعية. أول نقطة يا محترم ممكن يجي لك تعويض مباشر في القانون، مفيش مشكلة خالص، يعني مثلا يديك المساحة والمقاومة والآر وعايز ال، اداك الثلاثة دول وعايز الآر، مفيش مشكلة. والمثلث بتاعنا هنشتغل عليه اللي أنا لسه قايل لك عليه من شوية، أدي المثلث أهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صل على النبي يا ولد. الآر بقى بتساوي، أدي الآر بتساوي رو إي ال على إيه. واشتغل بقى محترم مش مشكله. ودي المسائل اللي بيجي يقول لك ايه سلكين مختلفين او حالتين مختلفين لسلك واحد اللي سالك عليها. بص القانون ده يعني سلكين مختلفين، بص نفس القانون بتاعنا بس قال لك ايه؟ قال لك الواحد في ايه 2 على الاثنين في ايه 1. ماشي؟ يا مستر احمد ده بكل بساطه انا ضفت رو اي 1 ورو اي 2 عشان ما فيش اعاده سحب وتشكيل. خلي بالك في السحب والتشكيل، يعني انت عندك مثلا سلك اهو بالشكل ده مبقلص اهو، رحت سحبته يعني شديته مثلا يعني، فبقى عامل كده. فهمت؟ بس نفس السلك يعني ده مثلا لو نحاس هو ما زال نحاس. فهمت؟ سي يو. طب ايه بقى القصه هنا؟ عشان كده ما كنتش بحط الرو اي في القانون، اما هنا لا. قال لك هنا بقى ايه؟ لا ده انت هنا في مقارنه بين سلكين، يعني انت مثلا جايب سلك اهو من النحاس وجايب سلك تاني مثلا من الحديد، فانت هنا بتقارن بين سلكين مختلفين. فاهم؟ ففي النقطه دي انت بس اللي بتضيفه عن قانون السحب والتشكيل حاجه واحده، تحط لي الرو اي بتاعت الاثنين بس، ده كده القانون بتاعك بكل بساطه. طبعا لو ما عادش مساحه بتحط مكانها باي ار تربيع، تحت وفوق باي ار تربيع، وطبعا انت عارف ان الباي هتروح مع الباي، عشان كده قلت لك ار 2 تربيع على ار 1 تربيع بدل الاي يعني. بس كده، دي الفكره كلها يا محترم في ايه؟ في حته الايه؟ المسائل اللي فيها مقاومات نوعيه. ولو عندك سحب وتشكيل احنا اتكلمنا عنها، ما فيهاش سحب وتشكيل يعني مادتين مختلفتين، يبقى هتحط بس الرهيت، لانك بتسحب سلك، انت ماسك سلك النحاس مثلا قطعه نحاس بتدقها بالشاكوش مثلا فبتتسحب معاك، فهي ما زالت نحاس، فالرؤيه تظل سبب تشكيل كنا بنطيرها مع بعض في الايه؟ في القوانين. تعال نحل الاسئله يلا بايه اللي على الجزء ده مع بعض، صلي كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طب تعالى بص احنا لسه الافكار بتاعتنا مكمله شويه، صلي كده على النبي وركز معايا. بص يا محترم،
لو جه قال لك بقى في فكره تانية، دي نقطه جيم، دي تالت نقطه كده معانا في الافكار بتاعت المقاومه النوعيه. قال لك مسائل لا يذكر فيها طول السلك، ما جابتش طول السلك خالص. قال لك وذكر بدلا منه حجم السلك، لو راح قال لك ده انا في بقى حجم عندي هتعمل ايه؟ طبعا يا محترم انت عارف ان الحجم عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه القاعده في الارتفاع اللي هو الطول، يعني السلك اصلا عباره عن ايه؟ السلك بتاعك عباره عن شكل اسطواني. ده السلك شكل اسطواني، فانت عندك القاعده ليها مساحه والارتفاع بتاعك الاتش هو عباره عن اصل الطول، يعني الطول هو هو ليه الارتفاع. فمساحه حجم الاسطوانه ايه؟ هو عباره عن مساحه القاعده في الارتفاع، ده عباره عن ايه؟ حجم الاسطوانه اللي هو السلك اصلا، السلك اسطواني، فعباره عن مساحه في ارتفاع اللي هو عباره عن ايه؟ ال عظيم. فانت بقى ايه عايز تخلص من ال دي؟ يبقى ال دي بتساوي في على ايه؟ حجم على مساحه اهو. يبقى الطول عباره عن ايه؟ حجم على مساحه. وعوض في القانون، هو مش القانون بتاعك ان الار بتساوي الرو اي ال على ايه؟ شيل ال ال، حاضر ادي الرو اي بس وادي الايه بتاعتنا القديمه، تعال نشيل يلا مع بعض الايه؟ ال ال. ال ال بتساوي ايه؟ اهو لسه قايل لك في على ايه؟ اروح اشيل دي احط مكانها في على ايه؟ ايه ده؟ اف ايه؟ ايه ايه؟ يعني ايه تربيع؟ صح؟ لا مش ايه هي ولا، يبقى ايه؟ ايه تربيع؟ يبقى رو اي على ايه؟ تربيع. في طبعا من هنا في الفي ما نسيش، يبقى الار بتساوي رو اي في على ايه؟ تربيع. عظيم. ده بالنسبه ادي قانون اهو يا محترم، بالنسبه لو قال لك ايه؟ ما قالكش الطول واداك مكانه حجم. من عينيا سمعك، سمعك يا اللي بتندب، انت عايز ايه؟ عايز المثلث. حاضر، من عينيا اهو. يبقى انت عندك ايه اهو بالشكل ده؟ يبقى انت عندك يا باشمهندس ويا دكتوره الار بتساوي رو اي فوليوم اللي هو الحجم يعني على اي 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 هي تربيع. عظيم قوي، اللي هو الاي اي اي تربيع. الفكره اللي بعد كده يا محترم بيقول لك ايه بقى؟ ركز كده معايا، غطت عليك شويه اكتر. ما انا قلت لك انا بلعب معاك على ال 60 درجه، فايا كان السؤال اللي هيجي في الامتحان احنا عايزين نحله، فبلعب معاك على كل الدرجات. ده قال لك ايه؟ قال لك مسائل لا يذكر فيها طول السلك الا، ما جابليش سؤال يا عم انا عارف هيحط لي حجم تسال لي فوق يا عم اتقل، بس هيقول لك حاجه ثانيه دلوقتي. قال لك ويذكر بدلا منه كتله السلك. يا نهاري، نهارك حلو ان شاء الله وجميل زيك كده. قال لك ايه بقى؟ قال لك لا لا ده انت بص بقى، بص ده انا مش هديك بس ايه الطول ولا خد حجم، ده انا عايز كتله، يعني هطلع عينك ركز كده معايا. بقول لك ايه بقى؟ طبعا انت عارف ان كتله السلك بتساوي الرو في الفوليوم اللي هي رو اي ال. هتقولي والله يا مستر ما اعرف حاجه، انا عارف والله انك ما شاء الله يعني. تعالى معايا بص. طبعا يا محترم انا لسه سالتك، طبعا طبعا يعني انا متاكد انك عارف حاجه زي كده، انك طبعا شاطر جدا جدا جدا. فلو جيت سالتك سؤال قلت لك هي كثافه الماده الرو، تقول لي ايه ده مش هي الرو اي؟ اقول لك يا عم الرو اي اسمها مقاومه نوعيه واسمها رو اي، انا بقول لك رو بس اسمها ايه؟ كثافة المادة. كثافة الايه؟ يخرب بيت احنا خلتوني اتشل في النطق والكتابة. كثافة الايه؟ كثافة المادة. كثافة المادة بتساوي الكتلة على الحجم، صح؟ طب ما الحجم بيساوي ايه؟ ادي الكتلة زي ما هي. الحجم بيساوي مساحة في الطول. يبقى انت معكش الطول، صح؟ بص بقى اللعبه دي، معكش الطول ال اللي بتساوي هاتها مكان الرو فبقت ام في ايه، ها شاطر، على رو، وده كده ممكن تعمله قانون وتشيله. طب لو معكش مساحه، العب بقى معايا نفس اللعبه، يلا انت فهمت اللعبه. لو معكش مساحه واداك كتله يبقى المساحه هتساوي ايه؟ هتساوي رو ام، ها انا اسف ثانيه واحده، هتساوي ام على الرو ال بالشكل ده لو معكش مساحه، وادي كمان قانون حلو. والاثنين دول ممكن ادخلهم في مين؟ الاثنين دول ممكن اروح ادخلهم في الايه؟ في النقطه بتاعه دي اللي هي بتاعه الرو اي ال على ايه؟ بص كده، هي مش الرو اي، مش الار بتساوي رو اي، اهي فوق اهي، ار بتساوي رو اي ال على ايه؟ شيل ال وحط مكانها الهليله الجميله دي، تعالى ادي رو اي ننزلها زي ما هي، معلش
والايه ننزلها زي ما هي معلش. اه تعال نحط الجديد. مين الجديد؟ اهو هنشيل ال اللي نحط مكانها ام على اي رو، ام على اي رو. ايه ده؟ اف ايه؟ ايوه شاطر. ايه هي اللي هي عباره عن ايه؟ ايه تربيع. يبقى رو اي ام على ايه تربيع في الرو. رو اي كثافه ماده، كثافه مقاومه نوعيه. الرو دي كثافه الماده، وده كده قانون المقاومه ار. اكتب بقى معايا القانون ده مهم. يبقى الار بتساوي رو اي ام على ايه تربيع في الرو. طيب يا مستر احمد وده تعالى نعمله يا عم، انت زعلان ليه بس؟ بص يلا، مش احنا قلنا من شويه ان الار بتساوي رو اي ال على ايه؟ اه تعالى نعوض. ادي الار بتساوي ها ادي الرو اي والال زي ما هي، هنشيل الايه ونحط مكانها ام على رو ال. اهي ام على تطلع فوق بقى رو ال. عظيم. ال في ال ها مش اللي بقى، هتبقى عباره عن ايه؟ ال تربيع. مفيش اللي، ما تظبطش معايا. يبقى هتبقى عندك الار بتساوي ها رو اي في الرو ال تربيع على ال. واعمل لي كده بقى ايه؟ سحبايه بقى ايه فوق القانون العويض ده بالشكل ده. خلي بالك بقى شويه القوانين دي مهمين. عايز مثلثات من عينيا، تحب انت المثلثات ها؟ ادي مثلث وادي كمان مثلث. يلا يا رب يا رب يكون بتنين ورايا. ادي الار وعندك هنا مين بقى؟ ادي هنا ام. المثلثات ده تبقى كبيره قوي ما شاء الله. ماشي، هنا هتبقى عباره عن ايه؟ رو اي، ويبقى عندك هنا رو. احنا هنعمل فرع تاني هنا. بص لا احنا بقى ايه، هنغير شكل المثلث ده. بص بقى يا محترم هنعمل ايه؟ هنعمل كده كده كده. اسمع بقى مني وركز. يبقى الار بتساوي هنحط هنا الام، هتساوي رو اي في الرو في ال تربيع على ام. طبعا الجنب اللي بنخبيه اسمه ماشي، ده كده اول مثلث. المثلث الثاني اللي هو بتاع الار ده ماشي، الار بتساوي تعالى برضو دي هنعملها تعديل، هنعمل كده بالشكل ده. الار بتساوي ايه بقى؟ صلي على النبي كده وركز معايا. بص يا باشمهندس احنا قلنا فوق هنا اهو، الار بتساوي رو اي ام على ار على ايه تربيع في ايه؟ في ام. جميل قوي. انت عندك هنا كده الار، اثبت ار بالشكل ده ماشي، وعندك ايه تربيع، وعندك رو، عندك هنا الرو اي، وهنا عندك الايه الام الكتله. اكتب بقى شويه المثلثات ده. ادي مثلث، ادي الثاني اهو. ده لما يكون في كتله وما عندكش مساحه، وهنا ده لو عندك كتله وما عندكش طول. يبقى هنا كده ممكن نعمل حاجه حلوه قوي كمان نزودها. وهنا القانون ده استخدمه امتى؟ اهو مفيش ايه؟ مفيش مساحه. ما عنديش مساحه، وده استخدمه امتى؟ اهو مفيش طول. عظيم. طبعا بقى القوانين احنا اصلا كتبنا فوقيها دي كل اللي انا كاتبها لكم اصلا، يعني خلاص انا هعمل لكم ملخص جميل كده للقوانين. يا رب تكون الكشكول جنبك وبتكتب ورايا يا رب. اهو ده ملخص الكلام اللي الاخبار احنا قلنا عليها بالشكل ده. بص اهو الار بتساوي رو اي في رو في ال تربيع على ام اهو ماشي. طبعا بقى لو عايز نسبه وتناسب الموضوع بقى سهل، قالك المقارنه بين سلكين من نفس النوع بمعلوميه الكتل والطول في حاجه، تقول لي ايه بقى؟ ار واحد على ار اتنين بتساوي. طبعا كنت بتقول ايه بقى؟ ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، صح؟ لما يجي بقى بيديك كتل حط بس الكتل، فاهم؟ وممكن تساوي كده برضه، خلي بالك اهو هتساوي كده. بص اهو ام هتساوي ثانيه واحده اهو، هتقول لي ايه 2 تربيع على ايه 1 تربيع، هتقول لي هنا بقى ايه؟ ام 2 على ام 1 بس.
يعني القصه كلها بس انك هتعمل ايه، هتشيل بس الايه، هتحط الكتل الاضافه اللي هي في العدد سحبه ايه والتشكيل اللي احنا قلنا عليها. طبعا لو انت عايز التوصيله الكهربائيه سهله، التوصيله الكهربائيه واحد على رو اي او بتساوي ال في ار ايه. طبعا لو عايز مثلث ليها بالمره ايه بجمله المثلثات اللي احنا عملناها، اهو يبقى انت عندك هنا ايه، عندك هنا ال وهنا السيجما وهنا الار وهنا الاي، يبقى السيجما بتساوي ال على ار اي. طبعا جنب اللي بتخبيه ايه اسمه، اكتب يا معلم مثلثاتك. خش بقى نحل اسئله على اللي احنا خدناه ده كله. يلا الفكره دي كبيره قوي شويه وفيها يعني الفكر كل، تخيل كل اللي احنا بنشرحه ده فكره واحده، فشايف الافكار اللي جوه فكره، يعني تخيل كل القوانين اللي طلعناها والافكار بقى، لو في كتله ولو ما فيش كتله، ولو في حجم ما عندكش طول وعايز كتله، ما عادش مساحه وعايز كتله، ما عادش حجم ومعاك طول، فاللعبه دي كلها، وما عادش مساحه وفي حجم، اللعبه دي كلها احنا بنسميها فكره واحده بس. متخيل كمية الأفكار بقى اللي احنا أصلا نشرحها هتبقى عاملة ازاي؟ تعال مع بعض كده بالسؤال رقم 12 اللي بيقول لك فيه سلك مقاومته النوعية، يعني أنت معاك هنا الرو إي دي كده المقاومة النوعية، رو إي مالها بقى؟ 64 في 10 أس سالب 6 وطوله ال إل بتاعته بتساوي 198 في 10 أس سالب 2 عشان أحولها للمتر، من السنتيمتر للمتر بضرب في 10 اس سالب 2 والعكس 10 اس ايه؟ اس 2. قال لك ومقاومته الار بتاعته، الار بتاعته بتساوي 7 اوم. قال لك فان نصف قطر السلك ستكون كام؟ انا عايز الار، عظيم قوي. هي مش الار عندك بتساوي رو اي ال على ايه ار؟ ايه عباره عن ايه؟ باي ار تربيع. ممتاز. انا عايز الار نفسها بكام؟ سهلة جدا، أنا بقول لك الآر اسم هتيجي الناحية التانية ضرب، تاني الآر اسم هتيجي الناحية التانية ضرب، أشتغل إزاي كالآتي، فالآر تربيع بتساوي رو إي في إل على باي آر، آر طبعا اللي هي المقاومة. طبعا لو أنا جيت سألتك سؤال، هو مش ممكن التربيع ده يجي الناحية التانية جذر؟ هتقول لي آه، شاطر، عوض بقى معايا، يبقى الآر بتساوي جذر، جذر مين؟ الرو اي اللي هو الرقم ده اللي هو 64 64 في 10 اس سالب 6 جميل في ال ال الطول قال لك بكام؟ ب 198 في 10 اس سالب 2 عظيم، على على ايه؟ على باي اللي هي طبعا اعوض بيها ب 22 على 7 في المقاومه ب 7 على الاله، اعمل كل ده هيطلع لك معاك الاجابه اللهم صل على سيدنا محمد، هتطلع معاك 24 في 10 اس سالب 2 هيطلع معاك كده بالظبط على الاقل، هيطلع معاك 24 في 10 اس سالب 2 متر، بس لو جيت بصيت في اختيارات هتلاقي بالسنتيمتر، انا لسه قايل لك بالسنتيمتر متر بضرب في 10 سالب 2 العكس بضرب في 10 اس 2، يبقى عشان تحول هتاخد الرقم ده هتقول ده بيساوي 24، هي على فكرة 24 من هي 24 في علامة هنا صفر كده، اه في علامة كده ماشي، اه يبقى 24 من 100 في 10 سالب 2 او هيطلع لك على الآلة، خلي بالك انت الآلة بتاعتك حرك العلامات واشتغل، هيطلع لك صفر علامة صفر 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 24 بالشكل ده، اه هيطلع لك كده ماشي بالمتر، فسواء ده او ده اللي طلع لك على الاله مفيش مشكله، او حتى ممكن يطلع لك 24 في 10 اس سالب 4 ايا كان هيطلع لك ده بالمتر، في اختيارات زي هنا لا خلاص ما هشتغل ازاي، اضرب في 10 اس 2 عشان يجي لك بايه بالسنتيمتر، بقول لك ال 24 مثلا في 10 اس سالب 2 لو هعتبر ان ده اللي طلع على الاله يعني ماشي في 10 اس 2 فهيطلع معاك في الاخر بصفر علامه 24 سنتي ايه سنتيمتر، فالاختيار الصح هو مين؟ ب. ده بالنسبه للايه؟ للسؤال رقم 12 في الفكره ايه بتاعتنا دي.
نطلع فوق شويه كمان وناخد سؤال 13. قال لك سلك طوله 5 متر ما فيهوش تحويل والدنيا زي العسل، 5 متر عظيم، ده كده اللي بتاعك 5 متر. قال لك وقطره الار بتاعتك اقسم الرقم ده على الاثنين، 1 ملي متر يبقى ده عباره عن ايه؟ تعالى نعملها تحت كده. يبقى انت الار بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن الواحد ده على الاثنين وبضرب فيه 10 اس سالب 3. ليه؟ عشان احول من الملي متر للمتر، بضرب فيها 10 اس سالب 3. عظيم قوي. يبقى ده هيساوي كام في الاخر؟ هيساوي نص في 10 اس سالب 3 متر. دي الار، عظيم قوي. قالك ومقاومه الار بتاعتك بواحد اوم، ما هو طول سلك اخر من نفس الماده ونفس درجه الحراره وقطره 2 ومقاومته 1؟ عظيم قوي. انت عايز ايه؟ انت عايز طول سلك تاني. حلو. يبقى انت كده بتتكلم عن ايه؟ ار 1 على ار 2. عظيم يا محترم. قالك من نفس الماده، يبقى مش هتحط الرو اي زي ما اتفقنا مع بعض عشان نفس الماده، صح؟ لك من نفس الماده يعني الرو هتروح مع بعض. فراح اقول لك ايه؟ اقول لك الواحد على ال 2، وهنا في مساحات لا في ارات، يبقى خلاص احط ايه؟ ار، شاطر، 2 تربيع على ار 1 تربيع. دي لسه قايلها لك من شويه، بس انا كنت شرحها لك انا في رو اي وانا في رو اي، قلت لك لما يكون من نفس الماده شيل الرو اي. عاش، تعالى نعوض مع بعض. يلا صلي على النبي كده وركز معايا. لو انت جيت ركزت معايا، هو طول الاولاني بكام؟ قال لك بخمسه. طيب والار بتاعته بنص في 10 اس سالب 3، صح؟ يبقى اكتب كده، اعمل كوس نص في 10 اس سالب 3 الكل تربيع بالشكل ده. انا اسف، هو ده ار 2. احنا ار 2 قطره 2. ثانيه واحده، تعالى نغير دي مش احنا بدلنا، تعالى نشيل دي كده، تعالى دي ار 1 اللي احنا عملناه، دي ار 1 هنكتبها تحت هنا كده، دي ار ايه؟ ار 1 اللي هي نص في 10 اس سالب 3 الكل تربيع. عظيم. تعالى نكتب بقى فوق هنا ار 2 وهنا ال ايه؟ ال 2. وقال لك ال 2 بكام؟ قال لك ال 2 وعايز ال 2 فنزل ال 2 زي ما هي. طب ال 1 قال لك ال 1 بخمسه وكتبناها. طب ار 2 قال لك وقطره قطره الثاني ب 2 ملم، نفس الفكره 2 على 2 فيها الواحد، 1 في 10 اس سالب ايه؟ 3. يبقى هنا اقول لك في 1 في 10 اس سالب 3 الكل تربيع. عظيم قوي. طبعا ار 1 على ار ايه؟ ار 2. هو راح قال لك ار 1 قال لك بكام؟ ب 1 اوم. وار 2 قال لك ومقاومته برضه ب 1 اوم؟ ب 1 اوم. ايه الجمال ده؟ ده الدنيا في اللذيذ خالص، يعني ار 1 ب 1 اوم وار 2 ب 1 اوم، جميل قوي. و5 الرقم ده تربيع هيديك في الاخر 5 في 10 اس سالب 6. يبقى فوق هنا كده 5 في 10 اس سالب 6. على الاقل لما انت شاطر وعندك دي تربيعها، اللهم صل على سيدنا محمد، هتديك ربع. هيديك ال 2 في ربع في 10 اس سالب 6. ماشي؟ عظيم. عندك 10 اس سالب 6 هتروح مع 10 اس سالب 6. ماشي؟ وعلى الاله بقى ال بتاعتك دي اسمها تيجي الناحيه الثانيه ضرب، فهتلاقي ال بتاعتك في الاخر بتساوي 5 على ربع بكام؟ ب 20. ب 20 ايه؟ ب 20 متر. يبقى الاجابه بتاعتك تبقى 20 متر. الاجابه ايه؟ ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 13. يبقى السؤال معاك 13، الاجابه بتاعتك هتكون ايه؟ هتكون 20 متر. فوق كده معايا لسه بدري، واحده واحده. المفروض دلوقتي ريحت لي بعد ساعه المقالي، ده انت طبعا لو ايه؟ لو انت بتذاكر فيديو المقالي شرعي، يعني بتاخد الساعه ساعه، يعني ايه شرعي؟ يعني مش بتعمل لي اكس 2 ولا اكس 1 ونص ولا اكس 20، ده الفيديو اصلا لو كان بياخدش معاك اصلا ربع ساعه، ما انت عارف يعني. فانت لو شرعي شرعي انت المفروض خلصته كده في ساعه يعني. وتريح بعديه خمس دقايق، مش ساعه. انت الراحه بتاعتك ما بتعملهاش على اكس 2. يبقى هيساوي ايه؟ 20 متر. ده بالنسبه لسؤال رقم 13. تعالى نطلع على السؤال اللي بعده، سؤال رقم كام؟ 14. صلي بقى على النبي كده وركز معايا. سؤال 14 يا باشمهندس بيقول لك سلكان من النحاس. عظيم. سلكين من النحاس لهما نفس الطول، يعني اللي واحد سوى الاثنين. بص بص بص، اصغر 2013 دور ثاني. بص انا مش عادتك، لا دور اول ولا دور تاني، كله هيجي لك في دماغك.
اظهر 2013 دوتالي الاكسي الكام من النحاس لهما نفس الطول، النسبه بين مقاومتيهما يعني ايه؟ يعني ار واحد على ار اتنين بتساوي واحد على اربعه. النسبه بين مقاومتيهما واحد على اربعه، تكون النسبه بين قطريهما القطرين بقى هيساوي ايه؟ صلي على الاشفع فيك. بص يا باشمهندس، قال لك سلكان من النحاس لهما نفس الطول، اسالك سؤال، مش قال لك نفس الطول ونفس السلك؟ يعني في الحاله دي الثابت تحط مكان واحد، يعني اصلا المفروض اقول لك ايه؟ رو اي واحد في ال واحد على ايه اتنين، وهنا اروح اقول لك طبعا قال لك قطر، يعني اعتبر نصف قطر، فاشيل الايه دي احط مكان ار تربيع، صح؟ ده المفروض يعني. حاضر حاضر يعني، ما تعصبش بس عليا. حاضر، يبقى انا احط هنا احط ار 2 تربيع، ماشي، وهنا تبقى رو اي 2 في ال 2 في ار 1 تربيع، ماشي، ما تعصبش عليا انا معاك اهو. مش قال لك الاثنين نفس الطول؟ طاير يعني، مش نفس الماده؟ طاير يعني. يبقى لك ايه؟ يبقى لك ار 2 تربيع على ار 1 تربيع، ده بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي 1 على 4. عظيم عظيم عظيم، 1 على 4، ما شاء الله ما شاء الله. قال لك تكون النسبه بين قطريهما، يعني ايه؟ انا عايز خلي بالك عشان السؤال ده خبيث قوي، ها، ما تفتكرش عشان السؤال ده قديم، ها، لو جه في الامتحان مش هيديك على دماغك، لا ده هيديك على دماغك، السؤال ده خبيث والله، وعرفك الخبص دلوقتي وهتقع فيها. طبعا يا محترم ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك تربيع وتربيع، ممكن اخد التربيع عامل مشترك واوديه الناحيه الثانيه جذر. هتقول لي ايه عامل مشترك ده؟ اقول لك عيب عليك، ده انت بتاع علم رياضه. يعني ايه يا مستر احمد؟ انا عارف الناس ايه بتبقى مجهده شويه في الرياضه. طبعا انا ممكن اروح اعمل كده، اقول لك تبقى ار 2 وهنا ار 1، اقول لك تربيع كده، اخده عامل مشترك. والله والله انت ايه، اول مره تعرف ولا ايه؟ ما هو التربيع ده ممكن اوزعه هنا وهنا، فبقى تربيع هنا وتربيع هنا، صح؟ طبعا صح، ما شاء الله، انا عارف انك عارف والله. المهم ممكن التربيع ده خلص منه الناحيه الثانيه جذر، مش انت عارف كده برضه ولا ايه؟ تربيع اوديه الناحيه الثانيه ايه؟ جذر. فيبقى ار 2 بقى، ركز، بص بقى الخبص هنا، ار 2 على ار 1 بتساوي ايه؟ بتساوي 1 طبعا جذر الربع نص، صح؟ هتقول لي ايوه فهمت يا مستر احمد، يبقى الاجابه 1 الى 2، يبقى الاجابه ايه؟ د، صح؟ اقول لك حمار وبليه. ليه يا مستر احمد كاتب 1 على 2؟ اقول لك لا، اقرا السؤال كويس وركز. قال لك فتكون النسبه بين قطريهما، دي عباره عايده على مين؟ عايده على المقاومه الاولى والثانيه. يعني انا عايز ايه من الخلاصه يا مستر احمد؟ اقول لك يا ابني مش انا بتقول لك ار 1 على ار 2 في مقاومات؟ يبقى انا عايز نصف قطر الاول على نصف قطر الثاني. شفت بقى لخبطتك ازاي واديتك على قفاك؟ ده اللي حصل معاهم في 2013. يبقى ار 1 على ار 2، اللي انت جايبه ار 2 على ار 1، يبقى الاجابه هتبقى 2 على 1، يعني 2 الى 1. شفت بقى السؤال؟ سهل وبسيط، بس جه في الاخر هوب لبك على قفاك. ركز كده معايا في الاسئله. اللي بعده يا باشمهندس، صلي على النبي، تعبت ولا ايه؟ يا الله يا ولي الصابرين، ده لسه احنا لسه بنحل اسئله، احنا لسه الفكره دي اصلا كبيره ما شاء الله. تعال للسؤال رقم كام؟ السؤال رقم 15. قال لك اذا كانت مقاومه سلك ار وسلك اخر طوله نصف قطر الاول تاني، اذا كانت مقاومه سلك ار وسلك اخر سلك تاني طوله نصف قطر الاول، طوله نصف طول الاول، يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان ال2 بتساوي نص طول الاول وقطره يساوي نصف قطر الاول، يعني يعني نصف قطره نصف قطر الاول. خلي بالك كلمه قطر يعبر عنها بنصف قطر، مش هتفرق، ها؟ يعني بيقول لك ان ار2 بتساوي نصف قطر الاول، خلي بالك وقطره، خلي بالك، ها، وقطره يساوي نصف قطر الاول. لو انت عشان انا متاكد ما خدتش بالك، اعيدها لك كمان مره. هو بيتكلم الاخر بينا بيتكلم لك قطره، يعني ايه قطره؟ يعني الاثنين ار، قال لك بتساوي نصف قطر الاول، يعني بتساوي ار واحد، يعني 2 ار 2 بتساوي ار 1، خدت بالك؟ وقطره، مش القطر يعني 2 نصف قطر، وقطر الثاني يعني ال 2 نصف قطر بتساوي نصف قطر الاول، يعني 2 ار 2 بتساوي ار 1. قال لك والمقاومه النوعيه لمادتيهما 4 3 المقاومه النوعيه للاول، يعني ايه؟ يعني رو ايه 2 بتساوي 4 3
رؤي واحد. ايه يا مستر احمد اللي انت الاسئله اللي انت بتجيبها دي؟ اه يا باشا اسئله امتحانات، شد عصبك كده معايا وانشف. قال لك ايه؟ قال لك والمقاومه النوعيه اللي مادته اللي هو الثاني رؤي 2 بتساوي 4 على 3 المقاومه النوعيه الاول، فتكون مقاومه السلك الثاني بكام؟ انا عايز ار 2. يا هتقول لي يا سهله يا مستر احمد ده بس بيهتني بكلام فاضي. والله انت صح ومحترم يا ابني. ار 1 على ار 2، ار 1 على ار 2، ركزي معايا يا دكتوره، قولي يا رب تطلع يا دكتوره، قولي يا رب يا رب ان شاء الله. ار 1 على ار 2 بتساوي رو اي 1 ال 1 ايه 2 على رو اي 2 ال 2 في اي 1. قلت له يا مستر احمد معيش ايه، هات حط مكانها ارات. ها يبقى تاني لما ما يكونش معاك ايه هات حط مكانها ارات، هنحط ارات يلا. يبقى هنا هنحط بدل ايه، هنحط هنا ار 2 تربيع وهنا ار 1 تربيع. عوض بقى معايا، عوض ايه ده مش مديني ارقام، اقول لك احسن اريح دماغنا من الايه؟ من الاله. صلي على النبي كده وركز معايا، ده افضل بكتير. بص يا محترم، رؤي 1 رؤي 2، هو مش قال لك رؤي 1 برؤي 1، طب رؤي 2 قال لك ب 4 على 3 رؤي 1، ادي 4 على 3 رؤي 1، عظيم. فيفي عظيم، مش فيفي، فيفي يعني في وفي، يعني نضرب ضرب مرتين، مش بنندى على واحد اسمها فيفي. المهم ال1 وال2 قال لك ال1 مالها بقى، انا نسيت، تعال نشوفه كده. قال لك ايه؟ قال لك ال1 اه، قال لك ال1 ال1 ال2 بنص ال1 عظيم، تعال تحط ال1 بال1. طب ال2 قال لك بنص ها ال1 يا عم ماشي، تعال نكبر البسط والمقام بتاعها. طيب الارات وظيفتها ايه معانا؟ قال لك احنا لسه قايلين فوق ايه؟ قال لك ايه يعني احنا فين؟ اه قال لك ار 1 ب 2 ار 2، حلو، يعني ار 2 نزلها زي ما هي، ادي ار 2 نزلها زي ما هي، ار 2 تربيع. طب ار 1 قال لك ار 1 ب 2 ار 2، حلو، يبقى اعمل قوس عشان في تربيع يا محترم. ماشي؟ فاروح اقول لك ايه؟ ار 1 بتساوي 2 ار 2 الكل تربيع. صلي على النبي وركز معايا. بص بقى الحته بقى اللي كلنا بنحبها، رؤي 1 تروح مع ايه؟ رؤي 1، وال 1 تروح مع ايه؟ ال 1. خلي بالك ار 2 لما تتربع هتروح مع اللي فوق، طب ايه اللي هيبقى تحت؟ خلي بالك عشان ما تنساش هنبدا بدي، طبعا تربيع ال 2 4 فنحطها كده في الاخر عشان احنا متاكد ان احنا هننساها. تعالى بقى ايه اللي بقى فوق؟ ما بقاش حاجه، احط مكان 1. ايه اللي بقى تحت؟ 4 على 3. خلي بالك ال 4 على 3 ممكن احط ال 3 فوق وال 4 تحت، او خليها زي ما هي عشان ما تتوهش مني. ادي 4 على 3 في هنا في نص. اعمل لي كل ده على الاله هيطلع معاك بكام؟ لما تيجي تعمل لي كل ده على الاله اللهم صل على سيدنا محمد هيطلع معاك 3 على 8. لان عندك 4 في 4 ب 16، 16 على 2 فيها ال 8. 8 وال 3 تحت تطلع فوق يبقى 3 على 8، يبقى اجابتك هتبقى ايه؟ 3 لا يبقى استنى بقى، هو عايز ايه؟ عايز المقاومه الثانيه. اه ماشي، احنا هنا ار 1 على ار 2 ماشي، طرفين في وسطين، يعني هنا كده دي ار 1 على ار 2، اجي اعمل الطرفين في وسطين، فتلاقي ار 2 بتساوي، خبي ار 2 هتساوي 8 ار 1 على 3، 8 ار 1 على 3 اهو، خبي دي 8 ار 1 على 3، 8 ار 1 على 3، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ج. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ بالنسبه للسؤال رقم 15، شد شويه يا ولد. اللي بعده سؤال رقم 16 بيقول لك امامك اربع موصلات منتظمه المقطع من نفس الماده مختلفه الابعاد، فان ترتيب هذه الموصلات تصاعديا حسب مقاومتها الكهربيه مبتدئا من الاقل مقاومه الى الاعلى مقاومه هو ايه؟ خلي بالك دور اول 2021 ها؟ دور اول، فحط لي بقى دول ناس قدام وناس جايب لي 2018 و97، كل دي افكار اسئله يا حبيبي، نظام جديد، نظام قديم، نظام حديث، نظام مضروب بالجزمه، سعادتك دي اسمها افكار اسئله، انت بتاخد الفكره والسؤال يتحط زي ما يتحط. خلي بالك من النقطه دي.
قال لك عندك اربع موصلات قدامك، قال لك منتظمة المقطع من نفس المادة، يعني كلهم نفس الحاجة، كلهم نحاس مثلا، قال لك من نفس المادة مختلفة الابعاد، فان ترتيب هذه الموصلات تصاعديا حسب مقاومتها الكهربية، مبتدئ من الاقل مقاومة الى الاعلى مقاومة. انا عايز ترتيب من الاصغر في المقاومات الى الاكبر في المقاومات. صلي على النبي كده وركز معايا. اللعبة كلها تعتمد عليه على الطول والمساحة. بص كده، ار دي عبارة عن ايه؟ ار دي هي عبارة عن، تعالى كل واحد، دي ار بي. ار بي عبارة عن ال على ايه؟ طب ال والاي 3 ايه؟ عظيم. طيب تعالى نجيب له كل واحدة بقى، الار اي بتاعت السلك ايه؟ عبارة عن ايه؟ 2 ال على 2 اي. طبعا مش قاطر، هتقول لي الاثنين هتروح مع الاثنين، يبقى هيبقى لك ال على ايه؟ عظيم. تعال نجيب لي الدي. الطول بال والمساحه 4 ايه؟ عظيم. تعالى هنا نجيب السي. الطول 2 ال وهنا المساحه ايه؟ طبعا يا محترم اللعبه بقى تكمن في ايدك انت دلوقتي، ازاي يعني يا مستر احمد؟ قال لك انا عايز اقل المقاومه الى الاكبر مقاومه، انت عارف ان الطول تناسبه طردي مع المقاومه والمساحه تناسبه عكسي مع المقاومه، اذا اكبر طول ايه؟ اكبر مقاومه، واكبر مساحه اقل مقاومه، دي اللي هنلعب عليها مع بعض. تعالى فين؟ قال لك انا عايز من اقل مقاومه، اقل مقاومه ادور على اكبر مساحه. فين اكبر مساحه؟ دي مساحتها ايه؟ مساحتها ايه؟ 4 ايه؟ 3 ايه؟ والطول ال وال، يعني بص الاطوال زي بعض. اذا اقل مقاومه هي الار دي، يبقى ار دي هي الاقل. طب مين بعديها؟ اكيد الار بي. جميل، يبقى ار بي. مين بقى اتنين الكبار؟ دور على اكبر الاطوال. بص مساحه ايه ومساحه ايه، بس هنا 2 ال وهنا ال، يبقى مين الاصغر؟ اكيد الاي، عشان طول ال واحد هنا 2 ال، عشان عايز الصغير للكبير، اكبر واحد اخليه في الاخر. يبقى انا دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الار اي، واكبر واحد هو الار سي. تعال نبص بقى على الاختيارات ونشوف الاجابه بتاعتنا موجوده ولا لا. يبقى قال لك من الصغير اصغر واحد معانا الدي، فنبدا بالدي، يبقى اما به يا اما ايه؟ يا اما به يا اما دال. دي ايه؟ غلط، شكرا. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ جي دال. بص من غير ما ابص انا واثق في الشغل بتاعي، دي اصغر واحده، بعد كده البي، بعد كده الاي، بعد كده السي. وانا عايزك كده برضك واثق من الاجابه بتاعتك، مش انت قاعد في اللجنه زميلك اللي وراك الحمار اللي عمال يلف وبيغش من زميله اللي ورا، جيم. فانت ايه سؤال ايه ما تعرفش انت؟ جيم، هو جيم وخلاص. تغير اجابتك الصح وتاخد على ايه؟ على اجابه زميلك اللي عمال يلف ورا وبيدور على اسئله زي الحرامي، وتغير وتضيع مجهودك على الفاضي وشاء اهلك وشاءك انت طول السنه. ما تغشش يا حبيبي كده وتقلف في نفسك، ها اقعد كده الورق اللي انت واثق من حالك خلاص اشتغل بيه، كلنا هناخد رزقنا وكلنا الايه وكلنا زي بعض في الاخر والله. فالدنيا كلها واحد يعني، فانت ما تقعدش بقى تفرق كده وتجيب لي اجابات في اللجنه وتضيع مجهودك انت، لا اقعد كده مجهودك انت خليه لنفسك وتقلها في نفسك كده، واجابتك اللي انت واثق منها اختارها ايه؟ دي الاجابه بتاعتك في الايه؟ في ورقه الامتحان، ما تقعدش تدور وتفرق في اللجنه، فرق انت. سؤال 17 بيقول لك ايه؟ عندما يمر تيار شدته اي في موصل طوله ال ومساحه مقطعه 3 امبير، وعند استخدام نفس البطاريه مع تغير الموصل المستخدم ولكن من نفس الماده، وجد ان التيار اصبح 3 اي لان دور تاني. خلي بالك بقى هنا كده وصلي على النبي، ده سؤال كام ده؟ سؤال رقم 17. ماشي؟ بص يا محترم، ده خلي بالك دور تاني 2021. قال لك انت عندك عندما يمر تيار شدته اي في موصل طوله ال، الطول هنا بال، ماشي؟ قال لك ومساحه مقطعه 3 اي. حلو، قال لك وعند استخدام نفس البطاريه، يعني البطاريه ثابته، مع تغيير الموصل المستخدم ولكن من نفس الماده، يعني نفس الرؤيه، فاللعبه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن ار واحد على ار اثنين. قال لك طول الاولاني بال، يبقى ال واحد بال. طب طول الثاني؟ قال لك طول الثاني ما اعرفش بكام اصلا، ده اللي انا عايزه. جميل، قال لك طب والمساحه؟ قال لك مساحه الثاني الاولاني ب 3. عظيم، طب مساحه الثاني برضه ما اعرفش.
قال لك لما غيرت شويه التغييرات بتاعتي اللي انا ما اعرفش ايه هي، التيار اصبح 3 اي، يعني 3 اي. صلى على النبي، انت بتقول لي ان الار اصلا بتساوي في على اي، صح؟ انت قلت لي غيرت الايه؟ قال لك نفس البطاريه، البطاريه ثابته، صح؟ جميل قوي. طبعا اي قانون في ده متغيرات، ثبتت لي ده يبقى دول اتغيروا، الاي زادت الى 3 امثال، اذا المقاومه قلت الى الثلث، المقاومه قلت الثلث عشان التيار يزيد لتلات امثال. التناسب تناسب ايه؟ عكسي. عظيم قوي. يبقى انت لازم العلاقه بتاعتك هنا يديك الكلام ده. هنا بقى نحط ايه مكان؟ نحط هنا ايه؟ 2 اللي معرفش بكام. حلو قوي. تعالى بقى نعوض كده بالاختيارات ونشوف هنا هيديك الاجابه. قال لك طول الجديد ب 2 ال، هنشيل الطول ده بقى ونحط مكانه 2 ال. اهو ده 2 ال. وننزل ال القديمه فوق. حلو. وادي المساحه القديمه. المساحه الجديده بقى قال لك ايه؟ قال لك ومساحه مقطعه 18 ايه يا مفتري؟ تعال نبص بقى كده. ال تروح مع ال وال تروح مع الايه؟ بقى لك ايه يا محترم؟ 18 على 2 في 3 ب 6. الله الله، ايه الجمال ده؟ يعني 18 على 6 في ايه؟ فيها 3 على 1. ده بيساوي ايه؟ بيساوي ار 1 على ار 2. ماشي، يبقى ار 2 بتساوي ايه؟ هتساوي 1 في ار 1 على 3، يعني ار 2 بتساوي تلت ار 1، وده المطلوب عندي. ان ار 2 تبقى تلت القديمه، عشان انا عندي هنا لما البطاريه ثبتت والتيار زاد لي 3 امثاله، اذا المقاومه المفروض تقل التلت. فعلا المقاومه الجديده لار 2 بقت تلت المقاومه الايه؟ القديمة. هو ده جه في دور تاني 2021، فتركز كده معايا. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ الإجابة الصحيحة ألف. السؤال اللي بعده، أنت متخيل كمية الأسئلة على النساء وعلى النقطة دي بس؟ كل إحنا في فكرة واحدة بس من الأفكار. سؤال 18 بيقول لك إيه؟ بيقول لك سلكان من نفس المادة، إذا علمت أن قطر السلك الأول هو 3 أمثال قطر السلك الثاني، يبقى تاني، سلكين من نفس المادة، إذا علمت أن قطر السلك الأول هو 3 أمثال قطر السلك الثاني. قلت لك يا دام قطر وقطر، اعتبر إن الأقطار أنصاف أقطار. يعني بيقول لك إيه كده؟ كأن بيقول لك نصف قطر الأول آر 1 3 أمثال آر 2. قال لك ومقاومة السلك الثاني يعني ار 2 مالها يا مستر احمد؟ 4 امثال مقاومة السلك الاول. قال لك لذلك فان طول السلك الثاني ال 2 مالها نقط ال 1. يا مستر السؤال العبيط السهل ده. خلاص مش قال لك السلكين من نفس المادة؟ فراح اقول لك ايه؟ اقول لك ار 1 على ار 2 بتساوي ال 1 ايه 2 على ال 2 ايه 1. عوض معايا. نعوض ازاي بقى؟ تعال نشوف كده. صلى على النبي. ار 1 على ار 2، قال لك ار 1 بار 1 وار 2 ب 4 ار 1. 4 ار 1. طيب طول الاول ما اعرفش وطول الثاني ما اعرفش، ده اللي انا عايزهم اصلا. قال لك ايه؟ قال لك طيب المساحه مش معاك. ما هو من الاول يا مستر احمد انت بتتعبنا ليه ما تمسح دول؟ يا عم قلنا ما تتعصبش، ما تتعصبش عشان صحتك، محتاجين صحتك دي في الامتحان. فهنشيل 2 ونحط مكانها ار 2 تربيع، وهنا ار 1 تربيع. تعال نعوض يلا. هو قال لك ايه؟ قال لك ان ار 1 ب 3 ار 2، هنشيل ار 1 دي، حط 3 ار 2 وما انساش يا ولدي يا بنيتي تربيع، وهنا ار 2 تربيع زمان. طبعا شايفك اللي هتقعد تطير وانت مش واخد بالك. طبعا يا محترم انت هتطير ار 1 مع ار 1، وهتيجي تقول لي بعد ما توزع التربيع هتشيل ار 2 تربيع مع ار ايه؟ ار تربيع مع ار 2 تربيع اللي فوق يعني. حلو، بس ما تنساش ان انت عندك هنا دي تربيع، ماشي؟ فدي هتبقى 9، 3 تربيع ب 9 تحت هنا كده. هنكتبها عشان ما ننساش. وهنا كده في ال 2. ماشي؟ وهنا كده في ال 1. ومفيش حاجة تاني، ال 1 ال 2 وتحت في 9. وهنا كده بقى لك 1 على 4، فهتعني نقلب بقى هنا عشان دي راحت مع دي، يبقى لك 1 على 4، يبقى 1 على 4 بتساوي ايه؟ ال 1 على ال 2 وفي تحت هنا 9. حلو.
اروح اجيب دي الناحيه الثانيه، فالتسعه دي اسمها تيجي ضرب، فهتديك ايه؟ هيديك الشكل ده. فيبقى 9 على ال 4 بتساوي ال 1 على ال 2. طبعا انت زي العبيط هتجري على طول تختار 9 على 4 صح؟ اللي اصلا مش موجوده. هتقول بقى انا غلطت، انت ما غلطتش ولا حاجه، اقرا السؤال يا ولد. قال لك طول السلك الثاني، يعني انا عايز ايه؟ ال 2 بتساوي كام؟ ال 1. يبقى ال 2 بتساوي 4 ال 1 على 9، يبقى تساوي 4 على 9، ودي الاجابه ايه؟ ب. ده بالنسبه للسؤال ايه؟ بالنسبه للسؤال رقم 18 اللي بعده. سؤال 19 بيقول لك سلكان 1 و2 مصنوعان من نفس الماده، طول السلك 1 بيساوي 3 امثال طول السلك الثاني، يعني ال 1 بتساوي 3 امثال ال 1. ايه ده طول السلك 3 امثال السلك الثاني صح؟ ماشي، يعني 3 ال طول سلك واحد بيساوي 3 ال ونصف قطره، ده بيساوي 3 ال على طول، ماشي 3 ال. قال لك ايه بقى؟ ونصف قطر ار، عظيم ماشي. بينما طول السلك الثاني ال 2 قال لك بيساوي 2 ال ونصف قطر 2 ار، جميل قوي. يعني ار واحد قال لك بار ماشي، وقال لك ار 2 ب 2 ار. قال لك اما موضح بالشكل، قال لك في ان النسبه بين اي 1 واي 2، عظيم قوي. بص يا محترم، وراح قال لك ايه؟ قال لك هنا الفي بي بفي بي، وهنا الفي بي بتاعت 2 ب 2 في بي، ومفيش مقاومات داخليه. حلو قوي. اسالك سؤال، هي الاي بتساوي ايه؟ بص السؤال ده بقى ايه؟ عايز واحد كده فايق معايا شويه فوق. يلا دور اول 2021، ركز يا ولدي، ركزي يا بنيه. بص كده يا هندسه، بكل بساطة انت هتيجي تقول لي انت عايز ايه هنا؟ انا عايز بكل بساطة اي 1 على اي 2. هو التيار بيساوي ايه؟ بص كده ركز معايا، انت عايز اي 1 على اي 2. هي مش الاي بتساوي في بي على ار؟ يعني دي في بي 1 على ار 1. طب واي 2 بتساوي في بي 2 على ار 2 صح؟ تعال كده تدبر الدنيا واحدة واحدة، ركز كده معايا. في بي 1 على ار 1، في بي 2 على ار 2. بص يا باشمهندس، في بي 1 بفي بي، ار 1 انا ما اعرفش عنها حاجه اصلا، نزلها زي ما هي دلوقتي بس. في بي 2 قال لك ب 2 في بي 1 اهو على ار 2، ما اعرفش اي حاجه عن الارات. طب ده انا ما اعرفش حاجه عن الارات بصراحه، اعمل اسيبها عامله اتصال بس ده مع ده عشان نخلص منه. هيبقى لك ايه؟ هيبقى لك 1 على ار 1، وهنا كده 2 على ار 2، كل ده مقسومين على بعض. طبعا مقام المقام بسط ومقام البسط مقام، يعني هيبقى اي 1 على اي 2 بيساوي، بص يا محترم، مقام المقام بسط، يعني تحت لتحت يطلع فوق وتحت لفوق ينزل تحت. بمعنى يعني انت هيبقى لك هنا كده 1 ار 2 على 2 ار 1 بالشكل ده ماشي. إيه انت بقى معاك الارض؟ هتقول لي لا. اقول لك لا معاك بس انت بتستعبط. يا يعني مستر بستعبط ازاي؟ اقول لك انت بتستعبط انا عارف. بص كده، اي 1 على اي 2 بتساوي ار، احنا قلنا اللي فوق دي ار 2 صح؟ ار 2، ار 2 بتساوي ايه؟ ار 2 يا محترم بتساوي رو اي ايه اللي عليها؟ هتقول لي ما فيش رو اي عشان من نفس الماده. اقول لك جميل، يبقى هتساوي ما فيش ايه مساحه. اقول لك خلاص يا عم، يبقى هتساوي ايه؟ ار بتساوي رو اي ال، معاك ال، يبقى ال 1 اللي فوق دي 2 صح؟ يبقى ال 2، يبقى احنا هنشيل دي ونحط مكانها ادي ال 2 على المساحه بتاعتها اللي عباره عن ايه بقى؟ ار 2 مالها بقى؟ تربيع، عظيم قوي. طيب هنا لتحت اهو، تعالى نعملها بلون تاني، هنخلي مثلا دي 2 باللون الازرق او 1 باللون الازرق، ار 1 تحت بس ال 2 بتاعتها موجوده، يبقى 2 في ار 1 عباره عن ايه؟ عباره عن ال 1 على ار 1 تربيع. هنعوض كده، يلا بينا. ال 2 بكام؟ ال 2 ب 2 ال، هنشيل ال 2 ونحط مكانها 2 ال، وال 1 انا فاكر انها كانت ب 3 ال. حلو، طيب تعالى نشوف الارات.
ار 1 بار وار 2 ب2 ار. ار 1 بار فبقت ار تربيع، وار 2 ب2 ار بس ماشيش التربيع، يبقى 2 ار لكل تربيع بالشكل ده. عوض بقى معايا، بص ال ال تروح مع ال، ودي بعد ما تربعها الار هتروح مع دي، والاثنين هتطلع لك باربعه. اكتبها الاول عشان 2 تربيع باربعه، والثلاثة بره وفوق في 2، فده على الاقل هيديك 1 على 6. يبقى الاجابه هتبقى ايه يا محترم؟ 1 على 6. الاجابه ايه؟ ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ بالنسبه للسؤال رقم 19. اللي بعده يلا. نيجي للسؤال اللي بعده او الفكره بقى اللي بعدها. خلصنا كده الحمد لله الفكره رقم 6 بكل الايه الكلكعه المكلكعه الكلكوعه الكبيره اللي فيها. بتيجي بقى نخش بقى على الفكره رقم كام؟ الفكره رقم 7. يلا بينا. اللي بيقول لي فيها ايه بقى يا باشمهندس؟ قانون اوم ان ال في بتساوي الاي في ار، وقال لك المقاومه لا تتغير بتغير شده التيار ولا حتى بفرق الايه الجهد. خلي بالك قال لك المقاومه لا تتغير بتغير التيار، بينما يتغير التيار بتغير المقاومه. حتى كنا بنقول جمله مشهوره قوي دايما هتلاقيها في حصص التفصيل، يقول لك ايه؟ تغير وما تغيرش، تاثر ما تاثرش، ما تتاثرش. يبقى تاني هي تغير بس ما تتغيرش، وتاثر بس ما بتتاثرش. يعني المقاومه تغير عادي التيار، بس التيار ما غيرهاش، والمقاومه نفسها بتاثر على التيار ولكن التيار ما ياثرش عليها، فهي بتغير وما بتتغيرش، وتاثر وما بتتاثرش. غير بمين؟ بالطول والمساحه والمقاومه النوعيه. ومين يغير المقاومه النوعيه؟ نوع الماده ودرجه الحراره. ماشي. تاني حاجه قال لك مقاومه الموصل ار هي ثابته وتتناسب بين البي والاي، وبالتالي قيمتها لا تتغير بتغير البي او الواي والحاجات اللي احنا عارفينها. وطبعا المقاومه النوعيه بتغيرها لك بمين؟ درجه الحراره ونوع الماده وطول السلك طبعا وايه ومساحه المقطع، لان الاثنين دول اصلا تبع مين؟ الاثنين دول تبع الرو اي اللي هي طبعا بتتغير بايه؟ بالتغير بتاعها. قال لك لكن يتغير بتغير فرق الجهد والايه؟ والمقاومه، اي ان زياده المقاومه تؤدي لنقص الايه؟ التيار والعكس. جميل جدا. تعال بقى نحل اسئله على النقطه دي. الحاجات دي احنا قلناها قبل كده ولكن كفكره خلي بالك منها ان بتيجي عليها اسئله في الامتحان، بتيجي نحلها اسئله على ايه؟ سؤال كده. قال لك مقاومة أومية قيمتها 2 أوم، يعني الآر بتاعتك بتساوي 2 أوم، تتصل على التوالي مع ريوستات. ريوستات هي المقاومة المتغيرة اللي يروح يعمل لك شكلها كده، يا إما يروح يعمل لك سهم كده عليها، دي ريوستات، أو يروح يعمل لك الشكل ده، ده شكل الريوستات. عظيم. طبعا ريوستات هي عبارة عن مقاومة متغيرة. قال لك وبطارية بحيث يمر بها تيار قيمته 3 أمبير، فإذا تغير التيار المر بالتيار يثبت 6 أمبير، كان قيمة المقاومة تظل ثابتة 2 أوم. لسه قايل لك من شوية هي تغير ما تتغيرش، تأثر ما تتأثرش. خلاص المقاومة التيار اتغير، المقاومة اتغيرت؟ لا. جميل. خش على الفكرة رقم إيه بقى؟ 2 في النقطة ديت. قال لك الصيغة الرياضية لقانون أوم الـ V بتساوي I في R. عظيم. وتذكر قالنا ان الاي بتساوي كيو على تي. انا بيذكرك كده بشويه افكار معايا كده، ركز معايا. والفي بتساوي كيو على تي. تعال نحل كام سؤال كده على النقطه دي. خلي بالك احنا بس بنفتكر كام نقطه كده مهمه بس قبل ما نخش في بقيه الايه الافكار. قال لك موصل كهربي يسمح بمرور شحنه كهربيه مقدارها 60 كولوم في زمن قدره دقيقه. عظيم. يبقى انت عندك الكميه الكهربيه ادي الكيو، قال لك في زمن قدره دقيقه، يعني التي بتاعتك بتساوي ايه؟ 60 ثانيه. عظيم. قال لك إذا كان فرق الجهد بين طرفيها يعني الـ V بتاعتك بتساوي 20 فولت، إن المقاومة تقوم بكام؟ عظيم أوي. صلي عليه شوية وركز معايا. هي مشيت عندك الـ R بتساوي V على I. يا مستر أحمد، طب أنت معاك الـ I؟ أيوه معاك الـ I بكام؟ لا معاكش الـ I. هو عايز إيه أصلاً؟ عايز المقاومة. أنا ماشي الـ I، معايا الـ V، الـ V بكام؟ بـ20 بـ 20 فولت. معاك الـ I؟ لا، بس أنا عارف حاجة. إيه هي؟ عارف إن الـ I بتساوي Q على T.
طيب واللي هي بتساوي كام؟ كيو على تي، كيو عندك بتساوي 60، فاللي هي عباره عن 60 على ال 60 برضو عشان دقيقه ثانيه هيبقى لنا فوق 20، طبعا دول مع بعض فيها الواحد يبقى لك كام في الاخر؟ 20 اوم. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 1 وايه؟ و20. السؤال اللي بعده الفكره اللي بعديها قال لك حساب قيمه المقاومه الكليه، صلي بقى على النبي كده وركز معايا. طبعا بقى عندك شويه ملاحظات كتير قوي على حته ايه المقاومات التوتال وهكذا، انا هلخصهم لك كده في ايه في الحته الجميله دي، طبعا تاخدهم في الشرح مفيش مشكله. بص انت عندك التوصيل عندك نوعين، توازي وتوالي، طبعا مش بشرح بالتفصيل، انت عايز تفصيل توازي وتوالي ارجع على طول على التفصيل، انا هجمع لك كده القوانين. احنا عندنا التوالي، التوالي ايه الشغل بتاعه؟ على حسب لو عندك مقاومتين زي بعض او عدد من المقاومات زي بعض هو لك الار توتال او الار داش بتساوي ان في بار، يعني ايه واحده على واحده في عددهم. طيب مستر احمد نعم، ايه تاني في توصيل التوالي؟ توصيل التوالي يعني انت لو عندك مقاومات بالشكل ده كده، دي مثلا ار واحد دي كده مثلا ار اتنين، لو جالك في توصيل التوالي من الافكار بتاعتها توزيع الجهد، توزيع ايه الجهد؟ طبعا خلي بالك لو المقاومات مش متساويه بجمعهم كلهم ماشي؟ مفيش مشكله. ار واحد وار اتنين مستر احمد ايه الافكار اللي فيها؟ الفي، لو انا عايز في واحد اجيبها ازاي؟ اقول لك لو عايز في واحد روح هات الفي توتال واضربها في ار واحد على ار واحد زائد ار اتنين، دي من الافكار كانت مهمه قوي قوي في حته التواليات توزيع الجهود، يعني طبعا التيار ثابت عظيم، ده كان في الايه؟ في التوالي. طيب ايه تاني يا مستر احمد؟ عندنا بقى التوازي، صلي على النبي وركز معايا. عندنا في التوصيل يا اساتذه التوازي، طبعا التوازي كان فيه كذا نقطة، أول حاجة لو المقاومات كلها زي بعض كان قانون التوازي بيقول لك إيه؟ بيقول لك خد واحدة على العدد بتاعهم، وكانت الأر توتال لو أكتر من مقاومة كانت بتساوي واحد على واحد على أر واحد زائد واحد على أر اتنين زائد واحد على أر تلاتة وهكذا على حسب عدد المقاومات، ولو كان عندك مقاومتين بس إيه اللي أنا عامله؟ لو كان عندك مقاومتين بس بالشكل ده كده كنت اقول لك انا عايز الار توتال بتاعتهم، كنت اقول لك تجيب الار توتال ازاي يا باشمهندس؟ كنت اقول لك ان دي مثلا ار واحد دي مثلا ار اتنين، كنت اقول لك الار توتال عباره عن ايه؟ ار ضربهم على جمعهم، ضربهم ازاي؟ يعني ار واحد في ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين، ضربهم على ايه؟ على جمعهم. باقي التوازي برضه في التوازي في شغل تاني توزيع التيار في التوازي، بمعنى يعني انت لو عندك ادي مقاومه بالشكل ده وادي مقاومه بالشكل ده والمقاومتين دول داخل لهم تيار اي اهو ده كده اي ودي ار واحد ودي ار اتنين، يجي يقول لك انا بقى حط لي اميتر حط لي بتنجان ازرق مش هيفرق معايا، هنا اميتر قال لك مثلا اميتر اي واحد وهنا اميتر اتنين، قال لك انا عايز بقى قرات اميتر اي واحد واتنين، لكن عايز بالظبط التيار اللي هنا هو هسميه مثلا اي واحد والتيار اللي هنا اللي هسميه اي ايه؟ اتنين. في توزيع التيار قلت لك لو انت عايز اي واحد هتجيبها ازاي؟ اقول لك اضرب الاي توتال في مين بقى؟ في المقاومه الثانيه، يعني انت عايز اي واحد الار واحد اعمل ايه؟ اضربها في المقاومه الثانيه على المقاومه الاولى زائد المقاومه الايه؟ الثانيه، عكس توزيع الجهد كنت اضربها في المقاومه اللي انا عايزها، هنا بضربها في المقاومه اللي انا مش عايزها الثانيه. ولو عايز اي 2 كنت اقول لك اي 2 بتساوي ايه؟ كنت اقول لك الاي توتال برضو في ار 1 على ار 1 زائد ار ايه؟ ار 2. ده الجزء بتاع توصيل التوازي والايه؟ والتوالي في افكار توزيع اللي هي التيارات، جميل جدا. دي من الافكار اللي عندي. ماشي؟ عندك ايه تاني يا محترم؟ تعال نبص كده على بيت الافكار. اللهم صل ماشي ده احنا قلناه حاله اهمال المقاومه، امتى تهمل المقاومه؟ صل على النبي، تهمل المقاومه طبعا لو انت عندك بقى في مفتاح مفتوح، دي اول حاله، لو انت عندك المفتاح ده كده مفتوح خلاص مش هيمر فيه تيار وبالتالي يبقى ايه؟ المقاومه دي بقت مجهوله، ماشي. تاني حاجه قال لك اذا كانت المقاومه ار واحد في دائره كهربيه ومتصله بين طرفيها سلك توازي، فانا دايما اقول لك ايه؟ يقول لك ادام في سلك توازي مع مقاومه، ادي السلك ده بص توازي مع المقاومه، توازي ليه؟ بصراحه هقول لك عشان اتصل معاه في نقطتين، بص اعتبر السلك ده كده وتوازي معاه، اتصل معاه في نقطه ادي في الثانيه وده كانه فرع وفرع، بالتالي الغي المقاومه ايه؟ ديت، ادام اتصلت سلك توازي مع مقاومه طبعا زي ما اتفقنا مع بعض في التفصيل.
ايه تاني يا محترم في الافكار؟ قال لك ايه؟ اذا كانت المقاومه ارواح موصله كقنطره متزنه كما بالرسم فتهمل. زي نفس الفكره غالبا دي بنسميها قنطره. قنطره يعني حاجه بتوصل حاجتين ببعض، فاهم؟ يعني بص كده ركز معايا عشان تبقى فاهم برضه. قال لك لاحظ معنى كلمه متزنه، اي ان النسبه بين المقاومتين ار1 وار3 ار هي نفس النسبه بين المقاومتين 2 ار و6 ار. والله العظيم انت ما فاهم حاجه، بس طبعا ايه، انا عارف انك ناسي، مش حته مش فاهم، لان الكلام ده اشرحه بالتفصيل في الايه، في التفصيلي، في الجزء التفصيلي. ولكن انا ايه هرجعها لك كده سريعا معايا عشان ايه، انا اعتبر انك ناسي الحته ديت. بص يا محترم، في النقطه زي ديت انا بقول لك ايه، لما يديك الشكل اللي قدامك ده، لو انت جيت رحت قلت لك الار واحد دي، هل دي هحسبها معايا في التوتال؟ لا. ليه؟ اقول لك ان اول حاجه ان الجهد بتاع النقطه دي بيساوي جهد النقطه دي، وادام جهد دي وجهد دي بيساوي بعض، اذا لا يمر التيار في المقاومه ديت. طب في دليل تاني؟ اه، تعمل دي بتجيب حاجه اسمها النسب. نسب ايه؟ تقوم عامل كده، بسط المقام يساوي بسط مقامي. اشتغل ايه؟ اقول لك اشتغل على النص اليمين بتاعها، ايه هنا؟ ار، جميل، وتحت ار، عظيم، وهنا ار اهو، بص اهو باخد كل نص ار. طيب ما هي الار على الار فيها الواحد، وار على الار فيها الواحد، يمين بيساوي شمال، اه، اذا الجهد اللي فوق بيساوي الجهد اللي تحت، اذا المقاومه دي مش هنمر فيها تيار. طب تعال نطبق هنا، تقول لي هنا عشان بيساوي بعض، اقول لك لا مش شرط، تعال نطبق هنا كده. بص، هل المقاومه دي هنمر فيها تيار؟ تعالى دي النقطه دي والنقطه دي، ادي يساوي يمين شمال. واشتغل يلا معايا. هنا كده ار، عظيم، وتحت 2 ار، جميل قوي، وهنا 3 ار، عظيم، حلو، وهنا 6 ار. بص كده، ار مع ار، دي مع دي، هنا 1 على الاثنين، جميل قوي. طب هنا 3 على 6 اللي هي بالظبط 1 على الاثنين، بيساوي بعض الطرفين، اه، اذا المقاومه دي مش هيمر فيها ايه؟ تيار كهربي. دي الافكار بتاعت امتى يكون عندك مقاومه متصله بين مقاومات بتوازي بالشكل ده وما بتحسبهاش معاك. دي النقطه بتاعتها، عشان كده بنسميها اتزان، اللي هو بقى لك المقاومه ار و3 ار هي نفس النسبه بين مقاومات 2 ار و6 ايه؟ و6 ار بالظبط. جميل قوي. طبعا نحل اسئله يا محترم على الافكار ديت، خلي بالك توصيل التوازي والتوالي بتبقى ايه، مهمه جدا جدا. صلي على الشفاء فيك وركز معايا. قال لك ايه يا باشمهندس هنا؟ راح قال لك ثلاث مقاومات متساويه، المقاومه المكافئه ليهم واحد اوم. عندك ثلاث مقاومات متساويه، يعني الثلاثه زي بعض. قال لك المقاومه المكافئه ليهم واحد اوم، عظيم. قال لك عند توصيلهم على التوازي، عظيم قوي، ثانيه واحده، على توصيل التوازي الار توتال بتاعتي بتساوي واحد على عددهم، صح؟ اه. هما كام مقاومه؟ قال لك هما ثلاث مقاومات يبقى العدد ثلاثه، ماشي. وقال لك المقاومه المكافئه ليهم يعني الار توتال اصلا بكام؟ بواحد. يبقى الار دي بكام؟ ب 3 اوم. طبعا دي اسم تيجي ناحيه ثانيه ضرب او طرفين في وسطين، يبقى الار بتاعتي بكام؟ ب 3 اوم. عظيم قوي. قال لك بقى ايه؟ فعند توصيلهم على التوالي تكون القيمه المكافئه، خلاص توصيلهم على التوالي، يبقى انا عايز الار توتال لما يكونوا توالي، لسه قايل لك من شويه توالي كلهم بيساووا بعض، يبقى ان في ار. طب انهم بكام؟ بثلاثة، وقريتهم بكام؟ بثلاثة. طب ثلاثة في ثلاثة، شاطر، بتسعة. يبقى ده سؤال اتنين وكام؟ 22. السؤال اللي بعده 23، يقول لك ايه؟ بيقول لك لديك مقاومتان كهربيتان، اذا علمت ان المقاومة الاولى ار واحد بتساوي ثلاث اضعاف المقاومة التانية، يعني ار واحد بثلاثة ار اتنين، ماشي، المقاومة الاولى ثلاث اضعاف المقاومة التانية. قال لك وعند توصيلهما على التوازي كانت المقاومة المكافئة ليهم 3 ار. فإن قيمة المقاومة المكافئة عند توصيلهم على التوالي، يعني هما لما كانوا توازي كانت ب 3 ار، فإمتى بيكونوا بكام لما يبقوا توالي؟ صلى على النبي. أولا أنت قلت لهم مقاومتين بس، صح؟ المقاومتين دول توازي. تعال بص كده، أدي المقاومة أهي مع المقاومة دي، والاتنين دول توازي. في واحدة منهم قال لي ار واحد مثلا، خلي دي ار واحد ب 3 ار، اه ب 3 ار 2، ماشي، يبقى ار 1 ودي مثلا، خلاص تعالى نشد كده نقول مثلا يبقى دي ار 1 اللي هي نخلي دي ار 2 ودي ار 1 ب 3 ار 2 بالشكل ده، عشان نخليهم حاجه واحده يعني، عشان نعرف نجيب الاولى والثانيه بكام، عشان ما تبقاش مجاهيل عندي كتير. تعالى نشتغل. طبعا دي ضربهم على جمعهم عشان التوازي، الار توتال بتاعتهم بتساوي ضربهم على ايه؟ على جمعهم. خلاص يبقى عندك 3 ار 2 في ار 2 و 3 ار 2 زائد ار 2، عظيم قوي. على الاله كده اشتغل 3 ار 2 في ار 2 بكام؟ ب 3 ار 2 تربيع، و 3 و ار 2 زائد ار 2 ب 4 ار 2.
طبعا انت انا عارفك شاطر ار 2 هتروح خلي ار 2 هنا ودي 2 ده مش تربيع اكان عشان انت ايه عشان ما تطوش مني دي 2 يا معلم ماشي يعني هنا كده دي 2 ودي تحت 2 ماشي طبعا دي هتروح مع ايه مع واحده بس من اللي فوق هيبقى لك ان ار توتال بتساوي 3 على الاربعة ار 2 عظيم هو قال لك التوتال بكام في الحاله دي كان بثلاثة خلاص اجي اقول له هنا كده يبقى انت بتقول لي ان الثلاثة بتساوي 3 على الاربعة ار 2 يبقى ار 2 بكام طبعا على الاله الجميله بتاعتك دول هيروحوا ايه دول هيروحوا في الباي باي مع بعض 3 مع 3 والاربعة تيجي الناحيه الثانيه يبقى ار 2 باربعة ار 2 باربعة يبقى ار 1 بكام طب ما لسه قايل لك اصلا ان ار 1 3 ار 2 يعني 3 في كام في 4 يبقى بكام ب 12 اوم يبقى انا لو وصلتهم توالي هيديك كام تعال نشوف يبقى توصيلهم توالي يبقى هجمعهم يبقى انت عندك ار توتال التوالي بتاعهم بيساوي اللهم صل على سيدنا محمد 4 و 12 4 زائد ال 12 4 زائد 12 هتساوي كام؟ هتساوي 16 اوم يبقى الاجابه هتساوي ايه؟ 16 اوم دي الاجابه اللي هي ايه؟ ب السؤال اللي بعده سؤال 24 بيقول لك اي مجموعه مقاومات تعطي مقاومة كلية قيمتها R خلي بالك ده تجريبي أول 2021 ماشي أي مجموعة مقاومات تعطي مقاومة كلية قيمتها R أنا عايز التوتال بتاعي يبقى R تعالى نشوف يا معلم صلى على النبي ركز معايا هنا كده هنا بص حلويات بقى هنا بقى الشغل الجميل بقى اللي أي حد طالب يحبه بص كده هندسة أنت عندك الاتنين دول توالي صح توالي الاتنين دول بكام يا مستر أحمد 3 R و R ب 4 R يبقى أنا هعتبر اللي دي كده ب 4 R ماشي عندك 4 ار و4 ار توازي وار 2 ار صح اقول لك يبقى ممكن اقول لك الار توتال بتاعتهم بتساوي 1 على 1 على عندك 4 و1 على 4 و1 على 2 كل ده بيساوي كام عندك 1 على 4 1 على 4 كل ده هيساوي 1 في الاخر يعني كل ده هيساوي كام ار بس كده ولا هو عايز كذا حاجه عشان يبص كده الاختيارات عايز دي اختيارات نفسها اصلا اي مجموعه مقاومات تعطي مقاومه كليه قيمتها ارخص ب ده بالنسبه ليا يا باشمهندسين بالنسبه للسؤال رقم 24 حلو ده خلاص ب اصلا يعني اول سبحان الله اول حاجه ظهرت معانا ماشي اللي بعده سؤال 25 بيقول لك ايه بيقول لك اربع مقاومات متماثله حلو متماثله خلي بالك من الحاجات الصغيره دي بتوضح لك قوي السؤال خلي بالك وتخليك تعرف تحل السؤال ازاي اربع مقاومات متماثله وصلت معا كما بالاشكال الموضحه فيكون ترتيب الاشكال من الاكبر مقاومه مكافاه الى الاقل انا عايز الترتيب بتاعي من الاكبر الى الاقل وخلي بالك ده تجريبي تاني 2021 ماشي 2021 نزل فيها امتحانين تجريبيين ها تعال نشوف تعال اول شكل معايا الثلاثه دول كلهم اراد زي بعض الثلاثه دول توازي صح واحده على عددهم واحده على العدد بتاعهم يبقى ار على الثلاثه بثلث ار حلو يبقى انت عندك ار على الثلاثه بعد كده ار على الثلاثه دي هتبقى توالي مع دي يعني مع ار على الاله هتكتب لي ثلث زائد واحد هيطلع معاك بكام هيطلع معاك اللهم صل على سيدنا محمد 4 على 3 يبقى ثلث زائد واحد ب 4 على 3 ار دي كده بالنسبه للار توتال بتاع الشكل واحد. هنخش على الشكل اثنين طبعا دي خلاص سهله جدا الار توتال بتاعتي ب 4 ار. عظيم. نخش على اللي بعده مش دول كلهم توالي. الشكل اللي بعده اللهم صل على سيدنا محمد تعالى نشوف الدول الاثنين دول ب 2 ار عشان دول توالي والاثنين ار مع الار توازي يبقى ضربهم على جمعهم اللي هي هتساوي كام؟ اللي هي هتساوي ضربهم على جمعهم اللي هي هتبقى 2 في 1 على 2 زائد 1 ماشي 2 في 1 ب 2 يبقى 2 على 3 ار حلو يبقى ار 3 ب 2 على 3 ار تعالى الشكل رقم 4
الشكل رقم 4 احنا عندنا 3 توالي 3 ار وعندنا دي ار توازي 3 ار مع الار يبقى ضربهم على جمعهم. تعال نحسبها كده مع بعض، ضربهم على جمعهم يبقى انت عندك 3 في 1 على 3 زائد 1. 3 في 1 زائد على 3 زائد 1 ب 3 على 4 ار. جميل. تعالى نعمل الترتيب الجميل بتاعنا، وعايز بس الترتيب ايه الاول، من اكبر لاصغر اصغر اكبر. قال لك من الاكبر الى الاصغر ماشي. مين اكبر واحد في دول؟ عندك هو رقم 2 اكبر واحد اللي هو 4 ار. ماشي. تعالى كده ايه ده اكبر واحد عندنا، يبقى اكبر واحد عندنا اللي هو ال 4 ار اللي هو هنسميه ار كام؟ ار 2. يبقى 2 هي اكبر حاجه. حلو. مين اللي بعد كده؟ هنلاقي الشكل رقم 3 اللي هو 2 على 3. 2 على 3 اكبر من 4 على 3 واكبر من 3 على 4. ماشي. يبقى الشكل رقم 3 يبقى 3 بعد كده عندنا مين؟ 1 اكبر من 4 على 3 اكبر من 3 على هو ثانية واحدة هو في كده حاجة غلط. لا الترتيب ده مش مظبوط. احنا قلنا هنا تلت زائد واحد واربعة على تلاتة. ماشي. وهنا احنا قلنا دي باتنين ار وار. هنا في حاجة غلط. ثانية واحدة. هنا دي نسينا خطوة. نسينا خطوة. هي دول باتنين على تلاتة ار زائد ار. يعني فوت ده زائد ار. ماشي. يبقى 2 على 3 زائد ار كل ده يطلع في الاخر بكام؟ هيطلع بالله 3 على 3. 3 على 3 اللي هي بار صح كده؟ بكام؟ ب 5 على 3. يبقى انت عندك 2 على 3 و1 بكام؟ ب 5 على 3. 5 على الـ 3 ده بيساوي 5 على 3 ار. ماشي. احنا حسبناها مع بعض. ماشي. يبقى احنا زي ما احنا برضك يبقى 2 اكبر واحده بعد كده 3 بعد كده اللي بعديها مين؟ بعد كده 1 هتبقى اكبر اللي هي 4 على 3 كده هتبقى اصغر واحده اللي هي كام؟ الشكل رقم 4 اللي هي 3 على 4. تعال بص بقى في الاختيارات. الف طبعا هي الاجابه الايه اللي صح هتبقى 2 3 4 1 1 4. ده بالنسبه للسؤال رقم كام ده؟ سؤال 25. نخش على السؤال اللي بعده. سؤال 26 واللي بيقول لك فيه امامك جزء من دائره كهربيه ده تجريبي تاني خلي بالك من 21 تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B بتساوي كام؟ أنا عايز المقاومة المكافئة بين A و B. طب دي سهلة جدا. بص أول حاجة 10 دي 100 أوم. لا 10 أوم و10 أوم خلي بالك دي أوم كلمة أوم دي وحدة قياس أصلا يعني أهو أهو بالشكل ده 10 أوم و10 أوم. ال 10 أوم وال 10 أوم دول ب 5 أوم وطبعا ده سلك توازي اهو سلك توازي مع المقاومه دي مع المقاومه دي ومع دي ومع دي باي باي مش ولا دي اكنها موجوده ولا دي اكنها موجوده يبقى التوتال بكام؟ 5 اوم. الف ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 26. نيجي للسؤال رقم 27 واللي بيقول لي فيه في الدائره الموضحه بالرسم عند غلق المفتاح كي لما اقفل المفتاح كي ده فتصبح كرات الاميتر ايه؟ عظيم قوي. تعال نجيب ما قبل الاميتر. بص يا استاذ ما قبل الاميتر انا قبل ما اقفل المفتاح دي في المفاتيح احنا قلنا بنشغل قبل وبعد ماشي؟ احنا عايزين كرات الاميتر تبقى بكام؟ طب ما عايز اعرف الفي بي الاول بكام؟ لان التيار هنا كان بواحد امبير صلى على النبي. مش الفي بي في اول مقاومه داخليه؟ لا يبقى خلاص يبقى الفي بي بتساوي اي في ار. عظيم. الاي بكام؟ هو التيار اللي طالع من البطاريه كان واحد امبير. في المقاومة بكام؟ قبل ما ده اتنين يتفتح كانت ال 4 اوم توالي مع ال 2 اوم، بص كده اهو توالي مع بعض قبل ما اقفل المفتاح ده. كانت يبقى 2 وكام؟ 6. يبقى 1 في 6 يبقى 6 فولت، يبقى البي بي ب 6 فولت. لما اجي اقفل المفتاح كي
ده بقى سلك توازي مع المقاومه. بص كده السلك ده بقى توازي مع المقاومه دي، فبالتالي هلغي ده خالص، يبقى اكن دي اصلا مش موجوده، دي مش موجوده، يبقى ما عنديش غير مين، ما عنديش غير الاربعه خلاص. يبقى اي بتساوي ايه؟ اي بتساوي في على ار. طيب الفي بكام؟ الفي اس جايبينها ب6. طب والار بكام؟ ب4. يبقى 6 على 4 فيها الكام؟ تعال نجيب الاله ونحسبها. 6 على 4 ادي بسط مقاوم، 6 على ال 4 فيها ايه اللي احنا عاملينه ده؟ 6 على ال 4 فيها الكام؟ 3 على 2 اللي هي ب1 وايه؟ ب1 ونص. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ب 1 ونص. ده بالنسبه للسؤال رقم 27. تعالى لسؤال 28. بص بقى الاسئله بقى هفكرها هتكبر معانا كده واحده واحده، فركز معايا كده يا هندسه، ركز معايا يا دكتوره. قال لك في الدائره الكهربيه المقابله او التي امامك تكون شده التيار الكهربي اي بتساوي كام؟ انا عايز ده دور اول 2021 ماشي. انا عايز ايه؟ انا عايز شده التيار اي. فين هو ده؟ انا عايز ده يعتبر اي توتال لانه طالع من البطاريه على طول، ده يعتبر كده اي اللي هي اي ايه؟ اي توتال. انا عايزها بكام؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بصراحه هي اي بتساوي ايه؟ الاي خلي بالك ده قانون اوم للدائره المغلقه، عرفت منين؟ عشان في مقاومه داخليه. ده هيساوي ال في بي على ار توتال زائد الار سمول. عظيم. صلي بقى على النبي كده واحسب معايا. الفي بي معاك ب 12 فولت. طب الار سمول معاك ب1. طيب الار توتال لا مش معايا. تعال بقى نشوف توازيات وتواليات ونلعب اللعبه الحلوه مع بعض. بص يا محترم، ده وده توالي مع بعض، عرفت منين؟ انا بصراحه ده متوالي او نقطه واحده بس في نفس الايه؟ السلك. حتى بص اخدته في نفس السلك. 6 و12 كام؟ 18. حلو. ال 18 ده بكام؟ 18 زي ما احنا قلنا، ده كده بكام؟ ب 18 اوم. خلاص، فانا هعتبر هنا كده دي كده كانها مقاومه باللون الجديد، دي ب 18 ايه؟ اوم. واللي تحت الاصفر ده انت مش شايفه، ماشي؟ حلو. ال 18 مع ال 9، ال 18 مع ال 9 توازي، ليه؟ ادي نقطه ثانيه ودي سلك ودي سلك، يبقى ضربهم على جمعهم، يبقى اقول لك ايه؟ يبقى خلاص الار توتال بتاعت الاثنين دول ضربهم على جمعهم، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 18 في 9 على ال 18 زائد ال 9. تعالى كده نجيب الاله ونعملها مع بعض عشان نشوف الاجابه هتبقى كام. اجي اقول لك اضربهم على جمعهم، يبقى 18 في 9 على 18 زائد ايه؟ زائد ال 9. هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب6. جميل قوي. يبقى الاثنين دول بكام؟ ب6 اوم. خلاص انا اروح اعمل ايه؟ اروح اشخبط عليهم وهعتبر اكن دي مش موجوده، ودي هتبقى بكام دلوقتي؟ دي هتبقى ب6 ايه؟ ب6 اوم، وانا مش شايف ده كده كله. خلاص ده كده ولا ليه اي سنتين لازمه معايا. ممكن نعمل حاجه حلوه عشان ايه؟ نحل الدنيا معانا اكتر. نعمل كده. يلا باي باي. كل ده كده انا مش شايف. ده الشكل اللي قدامك دلوقتي، دي المقاومه دي ب6 اوم. تعالى بقى يا هندسه، عندك الستة مع الثلاثة توصيل توالي وباين جدا انها توالي، ازاي؟ بص كده معايا اهو، الستة دي ادي نقطة وادي توالي اهو، بص نقطة واحدة وفي نفس السلك اهي، نقطة واحدة ونفس السلك، يبقى ستة وثلاثة بتسعة، صح؟ والتسعة اللي هتبقى هنا مع ال 18 توازي، 9 و 18 ب6، جميل قوي. هتلاقي الستة مع الستة توازي، يعني دي بقى احط مكان واحدة ب6، 6 مع الستة توازي، 6 مع الستة توازي، واحدة على عددهم، 6 على 2 فيها 3، جميل قوي. يبقى الأرض في الآخر كلها بقت بكام؟ بقت ب3، أجي أروح أعملها كده زائد 3، فبقت الأي بتساوي 12 على 4، يبقى الأي بتساوي 12 على 4، 12 على 4 فيها الكام؟ فيها ال 3. يبقى 12 على 4 فيها الكام؟ 14 ايه؟ على الايه؟ ال 4 فيها الايه؟ فيها ال 3 امبير. اجابتك هتبقى ايه؟ 3 امبير، اللي هي الاجابه ايه؟ ج يا معلم. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 27. 27 ولا 28؟ ده 8 وايه؟ 28. سؤال 29 بيقول لك اربع مقاومات متساويه
وصلت كما بالاشكال الموضحه. جميل قوي. اي الاشكال يعطي اقل مقاومه ومكافاه؟ اكيد لو في واحده كلهم توازي مفيش. فعشان هو صعب لك الدنيا شويه. لا صعب ولا حاجه، صلي على النبي. هما كلهم زي بعض صح؟ يعني دول اتنين ار، عشان ار وار توالي، ودول ار وار توالي، يعني ودول كمان اتنين ار، اتنين ار واتنين ار توازي، واحده عددهم بار، يبقى واحد بار بس. جميل قوي. تعالى هنا ار وار بنص ار، دي ار وار، واحده عددهم بنص، ودي ار وار بنص، ونص ونص توالي، نص ونص واحد، ودي ار، يعني دي زي دي، يبقى اكيد مش دول الاجابتين. اكيد دي ودي لا، عشان انا عايز الاقل. تعالى نشوف دي ودي بنص، نص وار وار، يبقى دول باتنين ونص ار. يبقى الاجابه الاخيره دي بقى. بص يا معلم، دي ودي ودي الثلاثه دول بتلاته ار، تلاته ار ودي ار، ضربهم على جمعهم، فدي هتديك تلاته في واحد على تلاته زائد واحد، اللي هي بتلاته على اربعه، بسط اصغر من المقام، يبقى ده اقل من الواحد، يبقى اكيد دي اقل واحده، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ رقم اربعه. جميل. ده دور اول 2021. سؤال رقم 30 بيقول لي ايه؟ بيقول لي رتب الاشكال الموضحه طبقا للمقاومه المكافئه للمجموعه، مجموعه المقاومات من الاقل للاكبر. هرتب من الايه؟ من الاقل للاكبر، من اصغر حاجه لاكبر حاجه. صلي على النبي كده وركز معايا. ده دور تاني، خلي بالك 2021. تعال نشوف دول كده ب 3 ار، دول التوتال بتاعهم 3 ار، نخلص منهم كده. ودول التوازي بتاعهم بتلت ار، فدي الحدوته اصغر واحده. وقال لك انا عايز ايه؟ من الايه؟ من الاقل للاكبر. حلو. هي اقل حاجه اكيد دي، ان كلهم توازي، يبقى رقم ثلاثه صح؟ استنى كده عشان ممكن يخدعنا، ما نستعجلش. ان ممكن ايه يضحك علينا ويخلينا زي الهبل كده في الامتحان. خلي بالك عشان هو بيضحك عليك دايما، فاهم؟ دي التلت يا عم، ما كفايه عليك. تعالى نبص، دول دي ار ار ب 2 ار، 2 ار مع ار، فانت عندك دول كده ب 2 ار التوالي بتاعهم، ودي ار، ضربهم على جمعهم، يبقى عندك 2 في 1 على 2 زائد 1 بكام؟ 2 في 1 ضربهم على جمعهم هيطلع لك، اللهم صل على سيدنا محمد، ب 2 على 3 ار، ماشي؟ ودي تلت ار، يبقى دي الحدوته اصغر واحده. تعال نشوف ديت رقم 1، ار وار بنص ار، يبقى دي ب 1 ونص ار، واحد ونص ار. حلو. يبقى مين اصغر واحده؟ اصغر واحده رقم ثلاثه، دي اصغر واحده. عظيم. مين اللي بعديها على طول؟ اللي بعديها على طول اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، اربعه. بعد كده الواحد ونص اللي هي واحد، بعد كده ايه؟ بعد كده اصغر واحد خالص هو مين؟ هو اكبر واحد هو مين؟ اللي هو ايه؟ رقم اثنين. يبقى ترتيبنا هيكون 3 4 1 2، 3 4 1 ايه؟ 2، 3 4 1 2 ألف، أول إجابة. سؤال 31، سلك من النحاس منتظم المقطع تم تشكيله على هيئة مستطيل اكس واي اكس واي كي ام او كي واي اكس ام زي ما هو مكتوب، طوله ضعف عرضه، طوله ضعف عرضه، يعني الطول بتاعه يعني ده مثلا ب 2 ال وده ب ال. حتى نحصل على اكبر مقاومه كهربائيه يجب وضع المصدر الكهربائي بين انهي نقطتين. عظيم قوي. بص عشان تعرف تشتغل، انت عندك هنا المساحات ثابته والشغل كله ثابت، اللعبه كلها في الطول، وبالتالي اللي طوله اكبر مقاومته اكبر، فاحنا هناخد نسب الاطوال كانها نسب مقاومات عشان اعرف اشتغل. فقال لك طوله ضعف عرضه، خلاص انا هعتبر ايه؟ هعتبر ان الجزء ده ب 2 ار والجزء ده ب ار، يبقى ده كده هنا كان هنا كده في مقاومه ب 2 ار، وهنا مقاومه ب ار، وهنا كده مقاومه ب 2 ار، وهنا كده مقاومه ب ار. عظيم قوي. قال لك انا عايز ايه؟ انا عايز اقل اكبر مقاومه كهربائيه، انا عايز اكبر مقاومه كهربائيه، هحطهم فين؟ صلي على النبي وركز معايا. تعال نجرب، لو انا خدتها ما بين طرفين كده او طرفين كده، يعني خلي بالك الطرفين دول يعني الواي ام هي هي بالظبط الكيو اكس. ليه؟ بص واي ام او الواي ام لو خدت ده كده هتلاقي هنا ار و2 ار وهنا ار و2 ار زي بعض، ولو خدت اكس والكي 2 ار والار وهنا ار و2 ار فزي بعض، فدول مش هاخدهم، ماشي؟ فاللعبه هتبقى ايه في الاطراف؟ يعني ايه في الاطراف؟ ركز كده معايا. يعني هل مثلا اخد اكس واي
كده ولا اخد كي واي؟ هي اللعبه هتبقى في كده فاهم. فلو انت جينا جربنا احسن الاختيارات انت هتلاقي ام كي مثلا فين ام كي، ادي الام والكي. تعال نجرب دي كده مثلا الام كي هيبقى عندك دول 2 وار و2 ار دول توالي كام؟ بخمسة. خمسة ودي ار اضربهم على جمعهم هيبقى 5 في 1 ب 5 على 6 هيبقى 5 على 6 ار اللي هم اضربهم على ايه؟ على جمعهم ده التوتال بتاعهم دول توالي ودول هيبقوا توازي مع دي ماشي ب 6 على ار ده اللي هو اختيار ايه؟ الف ام كي. طب اختيار ب قال لك كي واي، كي واي تعال نشوف كي واي، كي واي اللي هو ده بقى كي واي ده كان هنا ده الف كي واي اللي هو ب كي واي. تعال نشوف لو كي واي عندك دول كده توالي مع بعض صح، يبقى عندك ار وار كده دول باربعه، باربعه مع الاثنين ضربهم على جمعهم 2 في 4 ب 8 على 6، 8 على 6 8 على 6 فيها 4 على 3 يبقى دي ب 4 على 3 ار ماشي. تعال نشوف ميم، ميم قال لك اكس واي فين اكس واي؟ اكس واي هي بالظبط كي ام، اكس واي هي بالظبط كي ام اللي بص هنا دي اهو 2 ار و2 ار وار ب 5، 5 تبقى بكام؟ 5 على 6 فهم الاثنين زي بعض عشان كده انا هلغي الف وايه؟ هلغي الف وجيم. ليه هتلغيها؟ عشان طبعا نفس الاجابه هتتكرر فما ينفعش، يبقى دي ودي شلناها مش هشيل الف وايه؟ شلنا الف وجيم بالاختيارات ماشي؟ يبقى لك ما قداميش غير ب وده مستحيل دول يكونوا متكررين. فلو جينا بصينا على د قال لك اكس كي، اكس كي تعال نشوف بص ما اتكررتش اكس كي، تعال نشوف بقى اكس كي ده عباره عن ايه؟ ادي اكس وكي عظيم. تعال نشوف كده هنا 2 ار وار 3 ار وهنا 2 ار 3 ار صح؟ يبقى الار توتال ضربهم على جمعهم ماشي يبقى 3 ار و3 ار واحد على عددهم، ما هنا 3 ار و3 ار يبقى 3 ار على الاثنين ب 3 على الاثنين ار اللي هي بتساوي 1.5 ار. فانت كده عندك دي 5 على 6 ار ودي ب 1.5، طبعا الاجابه الصح هتبقى ايه؟ 1 على 6 اللي هي 3 على 2 هيبقى 1.5 فده هتبقى اكبر حاجه، فالاجابه هتبقى ايه؟ ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ للسؤال رقم 31. نيجي ل 32 بيقول لك ايه؟ اربع مقاومات كهربائيه متصله كما بالشكل كما بالشكل مؤشر الاميتر. في مؤشر الاميتر السؤال ده ناقص ولا ايه؟ هو تقريبا السؤال ده شاف فيه مشكله، معلش السؤال ده ناقص فيه مشكله كده. أربعة مقاومات كهربائية متصلة معا كما بالشكل مؤشر الأميتر، ماله بقى؟ ما مش عارف، تقريبا السؤال ده فيه مشكلة، في حاجة ناقصة. خش السؤال اللي بعده. ده بقيت السؤال في الصفحه اللي بعديها ماشي. تعال طب هنعمل ايه ده؟ طب بص يا شباب هنعدي السؤال ده هنبقى نعدله كده نحطه قدامه ونبقى نحله في ايه؟ انزله لكم ان شاء الله كده مقطع لوحده صغير كده ان شاء الله لوحده يعني. سؤال 33 بيقول لك في الشكل المقابل اي من الاختيارات التاليه يكون عندها المقاومه بين طرفي النقطتين اي وبي مقدارها 5 اوم، انا عايز من اي وبي 5 اوم، تعال نشتغل بقى توازيات متواليات مع بعض. قال لك انا عايز اكون 5 اوم. صلى على النبي. طبعا انت عندك بقى اختيارات تحت هتقعد تشوف يا معلم. ماشي؟ السؤال اللي بعد النبي كده وركز معايا، تعال نجرب كده مع بعض، انا عايز اكون 5 اوم، بص يا محترم. اختيار ا قال لك ار1 فين ار1؟ ار1 دي ب 2 اوم، دي ب 2 اوم عظيم، و2 ب 9 جميل، و3 ب 8 و4 ب 2.5 حلو، دول كده توازي مع بعض ضربهم على جمعهم، ودول توازي مع بعض ضربهم على جمعهم كده اجمع كلهم مره واحده، فتيجي كده نجيبهم على جنب ونعملهم مره واحده على الاله. تعالى كده مع بعض اهو. دول انا هاخدهم ضربهم على جوابهم يعني هتبقى 2 في 9 على 2 زائد 9.
2 زائد 9 زائد دول كده خلصنا منهم زائد 2.5 زائد ضرب وجمع دول مع بعض اللي هو 2.5 في 8 على 2.5 زائد 8 كل ده هتقلب كسر طبعا فالاجابه ايه قلب بقت ب 6 تقريبا فالاجابه قلب غلط حلو نخش على ايه الاجابه اللي بعديها ب يبقى قلب غلط تعال نشوف ب مع بعض يلا احنا لازم نشوف الرسمة الاول ان هي معلقة ارقام طب ثانية واحدة بقى تعالى نجيب لي الارقام في الرسمة هو قال لي ار واحد بواحد ماشي تعالى نمسح دي ار واحد بواحد دي بواحد ماشي واتنين بتسعة عظيم واللهم صل على سيدنا محمد 3 ب 2 3 ب 2 و 4 ب 8 حلو تعالى اعملهم بقى ضربهم على جمعهم يلا يبقى انت عندك 1 و 9 يبقى 1 في 9 ب 9 على 10 زائد ال 2.5 زائد عندك 2 في 8 ب 16 على 10 على الآلة 5 يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ ب الآلة بخمسة أمزة ما هو إيه؟ سموه مطالب من النص اللي بعده كده إحنا الحمد لله خلصنا الفكرة رقم كام؟ الفكرة رقم 8 يلا بينا نخش على الفكرة رقم كام؟ الفكرة رقم 9 وتجزئة التيار طبعا احنا اتكلمنا على حتة تجزئة التيار دي وشرحتها في الاول فنعدي الفكرة دي لو احنا طبعا اتفقنا مع بعض ازاي بنجزئ التيار وازاي بنجزئ كمان الايه الجهد فتعال نخش على الصورة رقم كام 34 قالك الشكل يمثل جزء من دائرة حلو ادي الشكل ده يمثل جزء من دائرة قالك ايه العبارة دي هيكون صحيح تعال نشوف هل في توتال ديت بتساوي في واحد تساوي في 2 تساوي في 3 طبعا ده عبط يعني في دي بتساوي مجموع دول بتتكلم على توزيع جهود اصلا فالف غلط طبعا فالف كده بقت ايه بقت غلط جميل تعالى ب بيقول لك في 1 في توتال بتساوي في 1 زائد في 2 زائد في 3 طبعا عشان الفي توتال هي بتقرا مجموعهم كلهم مجموع دي ودي ودي فطبعا دي الاجابه دي صح اللي بعده الفكرة رقم 10 قال لك ايه؟ ده توزيع التيار اكيد ماشي احنا اتكلمنا عن توزيع التيار هنخش على طول. صلي على النبي طبعا اتكلمنا عنه في الفكرة في بداية خالص التوصيلات في البداية خالص لما جينا عملناهم على جنب لوحديهم يعني. سؤال 35 بيقول لك ثلاث مقاومات قيمتها 25 و50 و75 وصلت مع فكانت شدة التيار المار في كل منها 1 امبير. قال لك في حته بص التيار المار في كل منها 1 امبير يعني كلهم 1 امبير يبقى كلهم توالي مع بعض خلص السؤال خلاص ما عندي كلهم 1 امبير قال لك في اي الطرق الاتيه توضح طريقه توصيلهم ايه ده يا مستر عشان كلهم توالي مع بعض طب البس ما فيش ولا واحده توالي اقول لك ايوه مش عايزك انت بقى كنت اسرع كده في الامتحان خلي بالك الحاجات دي تبقى يقول لك ارسم فاهم فهتلاقي بيقول لك بقى مثلا ما عدا كذا ما عدا توالي فانت بتستسرع وتختار ليه تقول مثلا يبقى كلهم توالي مع بعض لا مش شرط يكون كلهم توالي مع بعض طب دي انا عاملها ازاي؟ اقول لك انا صلي على الشفاعه فيك وركز معايا كنا قلنا يا محترمين انت عندك اربع رسومات في المنهج طبعا هشرحهم في التفصيلي بس ايه نشرح منها هنا هفوق بالراجع الحاجات دي انت عارفها بس مفيش مشكله اقولها كمان مره هي دي ما تعتبرش فكره هي اصلا جزء في الشرح نفسه فما فيش مشكله تعال نقولها سريعا كده نفتكر مع بعض نقول احنا بنفتكر مع بعض بص يا شباب انت عندك اول حاجه لو عندك توصيل ثلاث مقاومات مش هيطلعوا بره الاربع اشكال دول مستحيل لو ثلاث مقاومات هتوصلوا مع بعض الشكل الاولاني ان ثلاث مقاومات يكونوا توالي ببعض ادي ار واحد واثنين وثلاثه الثلاثه توالي مع بعض في الحاله دي بعرفهم ازاي؟ اعرفهم ان اي واحد بتساوي اي اثنين بتساوي اي ثلاثه الاقي التيار كله زي بعضه بس لا في شرط تاني ان الجهد بتاعي الفي توتال بتاعتي ب
بتساوي في واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة. يعني لازم التوتال بيساوي مجموعهم هما ايه؟ التلاتة. جميل قوي. طيب بقى مستر احمد، الرسمة التانية ان التلاتة يكونوا توازي مع بعض بالشكل ده. لو دي مثلا ار واحد ار اتنين ار تلاتة، في الحالة التلاتة توازي مع بعض اعرفهم ازاي؟ اعرفهم عن طريق القانون ده اللي هو عبارة عن او عن طريق الايه؟ شوية افكار دي او الملاحظات ديت. الاقي ان الجهد بتاع في واحد بيساوي جهد في اتنين بيساوي جهد في تلاتة. جميل. والاقي التيار الاي توتال بيساوي اي واحد زائد اي اتنين زائد اي تلاتة. الاقي التيار بتاعي بيتوزع عشان توصيل توازي. حلو. الشكل الثالث يا محترم ان يروح يديك مقاومتين توالي مع بعض والمقاومه دي تكون توازي مع واحده، الاثنين دول توازي مع واحده، فهعتبر دي مثلا ار واحد ودي ار اثنين ودي كده ار ايه؟ ار ثلاثة. عظيم. اشتغل ازاي؟ كالاتي. صلى على النبي. ايه الملاحظات اللي قاليها؟ الاقي في الشكل ده اول ملاحظه عندي ان في ثلاثة بتساوي في واحد زائد في اثنين. يعني هتلاقي جهدين لمقاومتين مجموعهم بيساوي جهد واحده. ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الملاحظه الثانيه والاهم، هتلاقي ان اي واحد بتساوي اي اتنين. ماشي. دي لو هما الشكل ده. طب ايه الشكل الاخير بقى اللي عندي؟ الشكل الاخير اللي عندك انك تلاقي اللهم صل على سيدنا محمد مقاومه توالي مع مقاومتين توازي بالشكل ده. دي مثلا ايه؟ دي مثلا ار واحد ودي ار اتنين ودي ار تلاتة. مش شرط دايما دي ار واحد وار اتنين وار تلاتة، ولكن ده كمثال يعني. تعرف ده ازاي؟ هتلاقي في المثال ده ان في واحد بتساوي في اتنين، هتلاقي جهدين بيساووا بعض. ماشي؟ بعد كده هتروح تلاقي ايه؟ هتلاقي ان تيار اي تلاتة بيساوي تيار اي واحد زائد تيار اي اتنين. يعني هتلاقي طيارين لو جمعتهم يديك طيار الثالثه، وتلاقي فيهم جهدين الاثنين بتجمعهم دول هتلاقي جهدهم متساوي. ماشي. دول الاربع اشكال. تعال بقى نجيب كده السؤال بتاعنا ونشوف هنحله ازاي على النقطه دي. صلى على النبي. انت قال لك عندك مقاومات صح، وكلهم طيارهم بواحد امبير. طب انت معاك التيار صح؟ اه، بس معكش جهود. طب تيجي نجيب الجهود. الفي بتساوي اي في ار، يبقى دي جهدها الفي بتاعتها ب 25 ودي الفي بتاعتها ب 50 ودي الفي بتاعتها ب 75. حلو. هل في عندك جهدين مجموعهم بيساوي واحده؟ بص 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 اهو، مجموع جهد دي وجهد دي 75 اللي هو دي. فين بقى الشكل بتاعي ده اللي قلت لك لما يكون في جهدين مجموعهم بيساوي واحده؟ اهو بص اهو، ده الشكل بتاعك. جهدين مجموعهم بيساوي واحده، هتلاقي واحد واي اتنين بيساوي بعض. وصلت ولا وصلتش؟ اهو الاثنين الاثنين بيساووا بعض. فعلا الطيارين كانوا بيساووا بعض ومجموع جهدهم بيساوي ايه؟ الثالثه. يبقى ده الشكل بتاعي. يبقى ارجع كده اروح اشوف بقى الشكل بتاعي بقى عامل ازاي. اهو فين دول؟ يبقى اكيد الاثنين دول توالي مع بعض، ودي الاثنين دول ايه؟ توازي مع دي. يبقى الشكل بتاعك فين؟ هو الشكل ده، ادي ال 50 مع ال 25 والاثنين توازي مع ال 75. يبقى الاجابه الصح هي مين؟ الاجابه الف. الإجابة إيه؟ ألف. أول واحدة ده بالنسبة للسؤال رقم كام؟ 35. خش على السؤال اللي بعده، سؤال 36. واللي بيقول لك فيه وصلت المقاومات 10 و20 و40 أوم مع مصدر كهربي بطريقة إيه؟ ما ليمر تيار شدته 4 من 10 نص 1 من 10 أمبير في هذه المقاومات على الترتيب، فإن القوة الدافعة الكهربية للبطارية بفرض أن المقاومة الداخلية مهملة. طبعا عشان تعرف تجيب الفي دي لازم أجيب الأر توتال بكام الأول. حلو. الأي توتال، طب هتقول لي هو شكلهم عامل إزاي؟ يقول لك سهلة جدا يا عم، مش ده التيار ومقاومات هات في. طيب في الأولى بكام؟ أي في أر، يبقى 10 في 4 من 10 ب 4، يبقى الأولانية ب 4 فولت. يبقى الأولانية ب 4 فولت، و20 في نص ب 10، يبقى الثانية ب 10 فولت. حلو. و40 في 1 من 10 ب 4 فولت. إيه ده؟ جهدين زي بعض وتوازي مع بعض، جهدين زي بعض توازي مع بعض، عظيم. يبقى عندك أنت المقاومة 10 اوم و40 اوم توازي مع بعض، عظيم قوي. ولو جيت بصيت كده وجمعت التيار بتاعهم هتلاقيهم بيساوي مجموعه واحده. انهي شكل ده؟ شاطر، اللي هو الشكل ده.
ده الشكل بتاعي. فين بقى المقاومات بتاعتي؟ تعال نشوف مين اللي خليني توازي مع بعض، ال10 ولا 4؟ يبقى دي ب 10 اوم ودي ب 40 اوم ودي ب 20 اوم. حلو، تعال نجيب التوتال بتاعهم. بس قبل ما نجيب التوتال نشوف التيار الاول، دول اللي كانت ب 10 اوم دي كانت بالله مصلى على سيدنا محمد. على فكره انت ممكن تجيب قوه دفاع كهربائيه سهله، خلاص القوه الدفاع الكهربائيه ب 14، يعني خلاص خلصت سؤال 14. هتقول لي ليه؟ اقول لك ما هما الاثنين دول ب 4. حلو، هنا ب 4 اختصر في 4، 4 ودي ب 10 مجموعهم هيبقى كام؟ 14. خلاص يعني ده انا عايز جهود يعني. طبعا ايه، ما طلبش منك الار توتال، لو طلب منك ار توتال دي هتبقى اصعب يعني، لان يعني دول توازي وبعد كده تجيب دي توالي معاها. خلاص ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ سؤال 36. نيجي للسؤال رقم 37، قال لك وصلت ثلاث مقاومات 20 40 60 اوم في دائره مع مصدر، فاذا كان فرق الجهد بين طرفي كل منها الارقام دي، يعني خلاص دي 20 اوم 50 فولت 40 و20 فولت 60 و30 فولت، بين فان قيمه المقاومه مكافاه. ده بقى الجزء الاصعب، فاهم؟ ده الاصعب، انك عايز بقى الار توتال بكام. بس هي ولا صعب ولا حاجه، سهل ان شاء الله. انت طبعا معكش التيار، التيار بيساوي في على اي، في على ار، صح؟ اه، اروح اجيب اي الاولانيه في على ار، 50 على 20 فيها 5 على 2 يعني فيها 2.5 امبير، دي ب 2.5 امبير. بعد كده الثانيه 40 على 20 فيها 2 امبير، ماشي، و60 على 30 فيها ال 2 امبير. بص اتنين زي بعض في التيار يبقوا توازي، يبقوا توالي مع بعض، يبقى دول اكيد توالي مع بعض. جميل، ولو جيت ركزت الاثنين التوالي مع بعض دول هتلاقي الاثنين دول مجموع الجهود بتاعتهم بيساوي واحده، بص 30 و20 50 فولت. يبقى ده يعني شكل، الشكل ده يا معلم اللي هو ده. طبعا انت المفروض بقى انت حافظ الشروط، خلي بالك في الامتحان يعني، انت اصلا اول ما تلمح كده مش هنقعد نرجع كل شويه، انت حفظتهم خلاص. يبقى مين دول؟ يبقى انت عندك ال 60 وال 40، يعني دي مثلا دي ب 60 ودي ب 40. حلو، واللي تحت دي هي ام كام؟ ام 20. يلا هات بقى ايه الار توتال بتاعتهم. سهله جدا، الار توتال بتاعتهم هتساوي ايه بقى؟ 60 و40 100، 100 من 20 توازي، ضربهم على جمعهم يبقى 100 في 20 على 100 زائد 20. 100 في 20، تعالى نعملهم على الاله، يبقى اجي اقول لك ايه؟ 100 في 20 على 120، 100 زائد 20 هيطلع معاك بكام؟ ب 16 علامه 6. فين 16 علامه 6؟ اهي ج. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 37. نخش على السؤال اللي بعده، السؤال رقم كام؟ 38، ولا مفيش تاني كده؟ مفيش 38 هنا؟ تعالى نشوف من الناحيه الثانيه. اه الصفحه اللي بعدها. سؤال 38، جه دور تاني 2022، بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك لديك أربعة دوائر كهربائية يحتوي كل منها على جهاز أميتر، ما الترتيب الصحيح لقراءة أجهزة الأميتر؟ واحد اتنين تلاتة أربعة. حلو أوي، أنا عايز الترتيب الصحيح بقى، صح؟ جميل، صلى على النبي وركز معايا. تعالى نشوف يا معلم، كلهم نفس البطارية وكلهم نفس المقاومة الداخلية، اللعبة كلها تبقى في الأر توتال. طبعا لو جيت خدت بالك ان اميتر واحد واميتر ثلاثة واميتر اربعة واميتر اتنين كلهم جنب البطارية، وبالتالي هم عبارة عن اي توتال. خلي بالك ان ساعات ممكن يحط لك الفروع فيبص يدشملك في الحتة ديت فتتلخبط. طبعا خلاص ادام في الفروع، ادام قصدي جنب البطارية، عن اي توتال. فاللي هيلعب اللعبة مين؟ اللي هيلعب اللعبة كلها الار توتال. انا عايز ايه؟ اكبر تيار، يبقى ادور على اقل مقاومة ار توتال. فتيجي نشوف كده مع بعض. انت عندك دي 2 وار، 2 وار ب 3 ار، ال 3 ار مع ال 6 ار توازي، ضربهم على جمعهم تبقى 6 في 3 في 6 على 3 زائد 6، يبقى عندك 3 في 6 ب 18، 18 على 9 فيها ال 2، يبقى دول ب 2، 2 وار يبقى 3 ار، يبقى عندك ار توتال بتاع دي 3 ار. عظيم، تعالى نحسب دي. عندك 2 ار و2 ار بار، ار وار ب 2 ار. لحد دلوقتي دي اكبر تيار. تعال نشوف 3 ار و3 ار و3 ار، يبقى واحد على عددهم بار، ار وواحد ونص يبقى واحد ونص ار.
دي بقت الآن 1.5 R، يبقى دي حدود أكبر تيار. تعال نشوف هنا 4R و4R دي ب2R، واحد على عددهم، يبقى 4 ل 2 فيها 2R، 2 و1 يبقى 3R. يبقى أنت عندك السؤال ده محترم، أقل مقاومة هي الدايرة دي، وبالتالي دي أكبر تيار. شو عايز أكبر تيار برضو؟ ده انا عايز ارتب انهي الميتر. حلو، تعالى نعمل الترتيب. هو عايز ايه الترتيب؟ اسالك اسم الميتر. ماشي، تعالى نجي احنا نرتب من الكبير للصغير. اكبر تيار يبقى عندك اللي هو ده 4، يبقى 4 ده اكبر تيار. ماشي، اللي بعده على طول اللي هو الميتر ب2، ده ب2، يبقى ميتر ب2، يبقى بعد كده ميتر ب2. عظيم. بعد كده عندك الاثنين بيساوي بعض، اللي هو ايه بقى 3R و3R، اللي هو عندك ايه 3 1، يبقى 3 بيساوي 1. هنشوف بقى الاختيارات. يبقى عندك 4 2 3 بيساوي 1، 4 2 3 بيساوي 1. ايه ده، احنا مفيش ولا واحد بيساوي 1، يبقى احنا بقى عملنا في واحده من دي غلط. تاني احسب. اللهم صل على سيدنا. وهيديكش لها باثنين، دي ب2 ار صح، واحد على 2 على 2 فيها 1، 1 1 ب2. حلو، دي 3 و6، 3 في 6 ب 18، على 9، 18 على 9 فيها 2، 2 1 ب 3. حلو، يبقى ممكن اللي فوق دي 4 ار و4 ار. بص، في حاجة احنا ما خدناش بالنا منها، ان هنا في سلك، في سلك توازي مع المقاومتين دول، فهلغي دي وهلغي دي، يبقى دي اصلا بار بس. يا سلام على الخبز، ما خدناش بالنا منها يا شباب، عذرا. راح اتفصل اصلا والله، بقى لنا ساعات قد كده بنصور متواصل عشان الشغل ينزل لكم بدري والله. يبقى احنا كده بقى نغير الترتيب خالص، بقى نرتب بقى من اول وجديد خالص. فالترتيب بتاعنا بقى هيختلف، يبقى اكبر تيار هو 3، واللي بعده 4، واللي بعده 2، بعد كده 3، بعد كده كام دي 1، يبقى 3 4 2 1. ده من الكبير للصغير. تعال بص بقى الاختيارات كده، 3 4 2 1 ب، ده بالنسبة للسؤال ده يا باشمهندسين. تعال لسؤال رقم 39، قال لك في الدائرة الكهربائية الموضحة بالرسم عند غلق المفتاح كي تكون قراءة الفولتميتر كام؟ ده تجريبي 2021. المقاومة الداخلية اللي عندي بكام؟ بصفر. جميل، صلي بقى على النبي كده وركز معايا. هو أنت أول حاجة أنت ما عادش الفي بكام؟ صح؟ بس أنا خلي المفتاح كده مفتوح. ففي الحالة دي الفي بتقرأها لي اللي عندي؟ بتقرأها لي 8 أوم بس. جميل، طب صلي على النبي. انا القصه اللي هيهمني كله الفي بي اصلا، يعني مش مهم عندي الفي في الحاله الاولى بكام. انت عندك دي 8، طبعا دي اوم، خلي بالك، اوم اهي، اوم عشان ما تقراش او صفر. حلو، ال 8 وال 4 توالي ببعض عشان كل ده مش موجود اصلا، المفتاح ده مفتوح. فال 8 وال 4 توالي ب 12، 12 يبقى الفي بي بتساوي اي في ار، اللي هو عباره عن كام؟ 2 في 12 يبقى 24 فولت، صح كده؟ صح. صلي بقى على النبي كده وركز معايا. لما تيجي تقفل المفتاح كي هيبقى عندك ال 8 وال 8 توازي ببعض، صح؟ ال 8 وال 8 توازي ب 4 عشان ايه؟ واحد على عددهم، يبقى الاثنين دول ب 4 اوم. الاثنين دول كده هعتبر ان في مقاومه هنا ب 4 اوم كبيره اهي. ماشي، الفولتميتر اصلا متصل مع الايه؟ ال 4 اوم الكبيره دي. ليه؟ لان هما الاثنين مع بعض، ماشي. ودي ب 4 اوم، 4 و4 زي بعض، يبقى الاثنين هياخدوا نفس الجهد، فال 24 هقسمها بالتساوي عليهم على ال 4 وال 4، يبقى ده تاخد كام؟ 12 فولت، يبقى قراءة الفولتميتر بكام؟ ب 12 فولت. الاختيار ايه؟ ألف. السؤال رقم 40 بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الدائرة المبينة بالشكل أي من الاختيارات التالية يمثل ما يحدث لقراءة الفولتميتر بتغيير مقدار المقاومة المأخوذة من الريوستات. تعالى نشوف كده مع بعض. طيب قال لك لو انت غيرت قراءه الريوستات ايه اللي هيحصل لكل من ده؟ دي بقى ايه لعبه بقى، تعالى نلعب بقى في ايه، في الاختيارات. ده سؤال 40. صلي بقى على النبي وركز معايا. بص يا محترم،
قال لك قيمه المقاومه الماخوذه من الريوستات هيحصل لها ايه؟ بص كده معايا. لو قال لك قيمه الريوستات قلت، انت الريوستات دي توازي مع المقاومه ديت صح؟ اه. طب الريوستات دي لو قلت معنى كده بقلل الاي، اللهم صل على سيدنا محمد، لو قللت قيمه المقاومه الماخوذه من الريوستات يبقى انت بتقلل المقاومه التوازي ديت، فانت بالتالي بتقلل المقاومه المكافئه. خلي بالك بتقلل المقاومه المكافئه كلها، وخلي بالك عشان عندك هنا ار سمول، لو انت ما عندكش ار سمول الاجابه دي هتختلف وهشرحها لك دلوقتي. حلو. فانت اصلا الفولتميتر هو عباره عن ايه؟ الفولتميتر اصلا بيقيس الجهد اللي طالع من البطاريه. لو جيت خدت بالك انه اصلا متصل كمان توازي مع البطاريه. مش كده بقول لك الارض لو مش موجوده الاجابه هتختلف. فبالتالي الفولتميتر اصلا كمان بيقرا ايه؟ بيقرا ال في بي ناقص اي في ار. دي اللعبه بتاعت السؤال اصلا. فانت لو جيت مركز كده معايا، انت يا باشمهندس راح قال لك ايه؟ قال لك انت هتقلل قيمه الريوستات صح؟ اه. لو انت قللت قيمه الريوستات فانت بتقلل قيمه المقاومه الكليه. صح؟ اه. وبالتالي انت بتزود شده التيار، فشده التيار دي لو زادت اذا الفي يحصل لها ايه؟ تقل، عشان احنا طبعا اتفقنا مع بعض ده تناسب عكس في المحاضره الاولى بتاعت محاضره المقالي وشرحناه بالتفصيل كمان. وبالتالي يبقى تقل. اه الاختيار الصح هو الف. عظيم قوي. طيب اسالك سؤال، عارف السؤال ده لو احنا هنفرض بفرض يعني ان اللهم صل على سيدنا محمد الار دي مش موجوده، لو قال لك بتساوي صفر، في الحاله دي الاجابه هتختلف نهائيا. ليه بقى؟ ان في الحاله دي اصلا يا محترم الفي بتاعتك هتظل ثابته، ان الفي بتاعتك متصله على التوازي مع البطاريه، فانت كبرت دي صغرت دي نيلت دي حرقت ام دي، خلاص الفولتميتر متصل مع البطاريه على طول بشكل توازي، فمستحيل يحصل له اي تغيير حتى لو التيار طلع او نزل، ده لو الارض مش موجوده. فخلي بالك السؤال ده قنبله بجد، يعني السؤال ده فيه فكرتين صعبين جدا يعني اصعب من بعض. تخيل بقى لو الاثنين جولك في الامتحان مع بعض، قال لك ايه؟ بفرض الار مره بتساوي الصفر ومره الار لا تساوي الصفر، هات الاجابه. شوف اجابتين مختلفتين خالص مع ان نفس الرسمه بنفس المعطيات بنفس كل حاجه، غيرت لك حاجه صغيره جدا، الار مره تساوي صفر والار لا تساوي الصفر. ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ بالنسبه للسؤال رقم 40. اللي بعده يا اساتذه، الفكرة رقم ايه بقى؟ 11. قال لك في قانون اوم للدائرة المغلقة ال في بتساوي في بي ناقص اي في ار. بص ركز بقى معايا، الكلام احنا قلناه ولكن هنتكلم عليه واحدة واحدة تاني ونقراه كده مع بعض. قال لك ايه؟ يمكن ان يسأل عن الشرط اللازم لان تكون ال في بي اكبر من في، امتى ال في بي تكون اكبر من في؟ قال لك بص الاجابة دي، اعتبر ده تبع جزء من المقالي. قال لك تكون ايه؟ عندما يتم سحب التيار من المصدر. ما معنى كلمة سحب التيار من المصدر؟ يعني التيار بتاعك بيقل. خلي بالك دي احنا حليناها مع بعض في المقالي، ها؟ احنا مع بعض في المقال واتفقنا عليها مع بعض. امتى؟ مش لسه بقول لك ال في اصلا بتساوي ال في بي ناقص اي في ار. كلمه سحب التيار معنى كده ان ال دي بتقل، فبالتالي ال في بتزيد، فبالتالي كده كده اصلا غصب عني ال في بي هتبقى اكبر من ال في، لان كده كده في تيار، لكن امتى؟ لما في سحب للتيار ايه؟ من المصدر. في سحب للتيار من المصدر يعني انا المصدر بتاعك نفسه في سحب منه للتيار. يعني ايه سحب يا مستر احمد؟ يعني بطاريه شغاله متوصله بسحب منها تيار كهربي، بستهلك منها تيار ايه؟ كهربي. ولكن خلي بالك كمان التيار بتاعك كل ما يقل اللي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. ماشي؟ قال لك او ان يسال عن الشرط اللازم تكون ال في بتساوي ال في بي، في الحاله دي لازم التيار بتاعك بيساوي صفر. يبقى عندما لا يتم سحب تيار من المصدر، وخلي بالك كلمه عندما لا يتم سحب تيار من المصدر عشان ما انت فاهم، يعني معنى كده ان الاي بتساوي الصفر. يعني مش بسحب، يعني اصلا كان الدايره مفتوحه، انا جايب الفولتميتر متصل بالبطاريه على طول، مفيش دايره كهربائيه. قال لك ان يسال عن الشرط اللازم تكون ال في اكبر من ال في بي، امتى ال في تكون اكبر من ال في بي؟ قال لك عندما تكون البطاريه في حاله شحن. دي البطاريه لو تتشحن، معنى يعني ايه تتشحن؟ يعني انت عندك بقى البطاريتين عكس بعض بالشكل ده كده، متصلين مع بعض. في الحاله دي الكبيره بتشحن الايه؟ الصغيره. قال لك او يسال عن الشرط اللازم ان يقل فرق الجهد المستنفذ داخل المصدر بسبب مقاومته اي في ار، او ان يسال عن الشرط اللازم لان يزداد فرق الجهد بين طرفي المصدر في، او ان يسال عن الشرط اللازم ان تزداد كفاءه البطاريه يكون الفي على الفي بي. بص كل ده نفس الحاجه بالظبط ولكن باشكال مختلفه، ركز كده معايا. هتقول له ايه؟ عند زياده قيمه المقاومه
مقاومه الدائره الخارجيه في اقل تيار الايه الدائره، ام قلل تيار الدائره. لانك عندك يسالك الفي بي الفي بتساوي الفي بي ناقص اي في ار، فانت يا محترم لو رحت قللت لي التيار ده هتزود دي، يبقى انت كده بتزود الكفاءه، كده انت بتزود فرق الجهد الخارجي اللي هو المقاومات الخارجيه، وفي نفس الوقت انت كده بتقلل او يقل فرق الجهد المستنفذ اللي هو الجزء اللي متاخد من هنا. وصلت؟ فدول نفس الايه الفكره. طبعا نحل اسئله عليهم. قال لك في الشكل الذي امامك اذا كان الفي بي 1 اكبر من في بي 2، في بي 1 اكبر من في بي 2، خلي بالك والاثنين عكس بعض، اذا هنا ده بيتشحن وده بيفرغ، في شحن وايه تفريغ. قال لك انك قراءه الفولتميتر في بتساوي ايه، الفي ده بتساوي ايه، الفي ده محترم بيساوي، خلي بالك قال لك ار 1 لا تساوي صفر، الفي بي ده الفي بتساوي الفي بي 1 ناقص اي في ار، ماشي؟ فقال لك الفي اكبر من في بي 1، لا طبعا عشان انا باخد جزء منه، فالاجابه الف غلط. قال لك ب اقل من في بي 1، اه طبعا الفي اقل من في بي 1 عشان انا بستنفذ، ده بيتفرغ وده بيتشحن، فدي الاجابه الصح. قال لك بتساوي في بي 1، طبعا ده مستحيل. اللهم صل على سيدنا. قال لك تساوي في بي 2، لا طبعا ما تساويش ايه في بي 2، جميل قوي، يبقى الاجابه هتبقى ايه الصح ب. طبعا لو الفي دي كانت هنا فكنت هختار هنا الفي اكبر من في بي، ليه؟ عشان ده بيتشحن. وصلت؟ وهكذا. اللي بعده يا شباب.